بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. والنهاردة حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي في قناتكم قناة النادي الأهلي. النهاردة هتكون مختلفة شوية، هيكون لقاء ودي بين النادي الأهلي ومصر للتأمين في إطار استعدادات النادي الأهلي للقاء الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وإن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين هيتلعب مباراة الذهاب يوم 19 يونيو بملعب رادس، والعودة إن شاء الله هتكون بالقاهرة يوم 26 يونيو. طبعاً إحنا آخر مرة كنا مع حضراتكم فيها كانت كالعادة أفراح النادي الأهلي المستمرة، وكانت الأفراح آخر مرة كانت علشان حصول النادي الأهلي على السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان بهدفين نظيفين، وتوج النادي الأهلي باللقب السوبر السابع في تاريخه، وبيزيد الفجوة مع أقرب منافس ليه لتلت ألقاب، لأن الأهلي حضرتك في حتة تانية خالص. أفراح النادي الأهلي المستمرة في كل الألعاب شفناها مبارح، يعني مش عايز أقول من أجمل وأحلى مباريات كرة الطايرة في الفترة الأخيرة، لما توج النادي الأهلي بلقب دوري كرة الطائرة للموسم الرابع على التوالي بعد اكتساح نادي الزمالك في قمة البطولة أمس بثلاثة أشواط نظيفة، ودي نفس نتيجة الدور الأولاني، وتم تتويج الأهلي بالبطولة وسط فرحة كبيرة لهذا الجيل والرجالة اللي أمتعونا مبارح وعملوا موسم هايل السنة دي. والجيل ده بيمثل علامة بارزة في تاريخ الكرة الطايرة المصرية والإفريقية، بنقول لهم مبروك ودايما مفرحين الأهلاوية، ومن انتصار لانتصار، وزي اللي حصل في كرة القدم بيحصل في كل الألعاب في النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي مش في كرة القدم بس، النادي الأهلي منظومة كبيرة جدا 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 على مدار التاريخ، مش وليد الصدفة ولا وليد أمس، لا طول عمر النادي الأهلي كده. وطول عمر النادي الأهلي مش كرة وبس، لا النادي الأهلي كل الألعاب، وزي ما شفنا امبارح عمت الأفراح، لكن الأفراح عندنا بقى، وده الفرق بيننا وبين أي نادي تاني مع احترامي لجميع الأندية. شوفوا احنا عندنا يعني مفيش فرق أو في منافسة بيننا وبين أي حد تاني، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نستمر كده لحد الآخر بإذن الله رب العالمين. إنما الفرحة عندنا وقتها قد كده، الفرحة وقتها قد كده، إنما سقف الطموح ملوش حدود، ملوش حدود في النادي الأهلي، ملوش وقت، ملوش حدود خالص فعلا، يعني مفيش سقف للطموح عندنا في النادي الأهلي. نادي الأهلي يفرح النهاردة، يعني بتوع الكرة الطايرة، لعيبة الكرة الطايرة، رجالة الكرة الطايرة امبارح فرحوا امبارح، بيبصوا بقى على اللي بعد كده، هما رايحين يستعدوا بعد كده لبطولة كاس مصر، علشان بطولة كاس مصر يضمها للدوري، يجمع بين الاثنين، يجمع بين اللقبين، وهم قادرين ان شاء الله على كده، لان هما الابرز والافضل على الساحة. جيل علامة فعلا بارزة، وان شاء الله نبارك لهم ببطولة الكاس لانهم يستحقوها عن جدارة. انا اتفرجت على ماتش امبارح كنت مستمتع اخر استمتاع، وشفنا الشوط الرابع مش عايز اقول بقى اكتساح ودرس، لدرجه بقى ان هي يعني حصل دلع شويه في الاخر، وقال لك ايه، طب معلش المنافس يقرب منا شويه، حرام يعني مش معقول يبقى الفرق كده، واتدلعوا، بس لما حبوا ينهوا نهوا. وكان يعني مش عايز اقول ان الماتش كانه وان سايد جيم، ولكن باذن الله باذن الله ان شاء الله يجيبوا لنا كاس مصر ونفرح تاني برجاله الكره الطايره. عايز اكلم حضراتكم على حاجه، احنا كل اسبوع نقعد نتكلم، اقول اكلم حضراتكم على حاجه شغاله، على حاجه المنافس بيقولها، على حاجه قناه المنافس بتقولها. هجوم شغال اليومين دول على رئيس اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره المهندس احمد مجاهد. ده الهجوم ليه بقى؟ عشان المهندس احمد مجاهد اعترف ان النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي مضغوط في المباريات، وده وضع طبيعي. يعني احنا كلنا شايفين ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي عليه ضغط مباريات شديده جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا بنتكلم على مثلا اخر 3 4 شهور احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش. لو تفتكروا حضراتكم هتقول لي ما انت في الدوري، يا سيدي انت في الدوري بتلعب زي، لا ما بتلعبش زي، انت بتلعب في المسابقه، انما انا بلعب باسم مصر في كذا مسابقه، انا بلعب باسم مصر في كذا مسابقه، مش مسؤوليتي ان انت خرجت. دي يعني مش تهمه ولا سبب حقي،
بالعكس، ده انا النادي الاهلي اللي بمثل مصر في البطوله الافريقيه، انا النادي الاهلي اللي بمثل مصر في بطوله كاس العالم اللي بعض الانديه بتسمع عنها بس ما بتشوفهاش، ما بتروحهاش، بتقرا عنها في الجرايد بس. انا بقى لما اجي ابص على 3 4 شهور اللي فاتوا، لما كنت بلعب كل يومين ثلاثه مباراه واطلع من المباراه دي واروح اسافر في افريقيا وارجع من افريقيا العب ماتش تاني واطلع من الماتش ده اروح مش عارف على اسكندريه واطلع من اسكندريه العب على اروح قطر عشان كاس العالم للانديه وما اتكلمناش. قلنا يا جماعه في ضغوط علينا جامده جدا جدا جدا، بس انت كمان ما تقوليش بقى ان انا كمان واقع عليا ضغوط. وعليك ضغوط في ايه؟ توعد عليك ضغوط عشان لعبت 4 ماتشات ولا 5 ماتشات في 20 يوم ولا 18 يوم؟ امال انا اقول ايه؟ امال النادي الاهلي يقول ايه؟ وعلى فكره مش عايز اقول ما بنتاثرش، طبعا في ناس اكيد اكيد في نجوم برضو اكيد بتاثر بعض الشيء، غيابها بياثر بعض الشيء، ولكن بنطلع بنقول احنا عندنا بطوله في الحته الفلانيه، احنا رايحين ما بنشتكيش، بنقول ان احنا علينا ضغوط جامده لكن ما بنشتكيش، ما بنتاثرش. والدليل سعادتك لو تحسب من اكتوبر اللي فات لما مسك مستر موسيماني لحد وقتنا هذا شهر مايو شهر يونيو بدايه يونيو، تتكلم حضرتك على 8 شهور ماشي. انا بتكلم على كلام واقعي اللي هو بيزعل البعض واللي هو بيعبر عن واقع حقيقي، عن واقع حقيقي، ان انا من شهر اكتوبر اللي فات لحد وقتنا هذا في ضغوط مستمره، في ضغوط مستمره. لعبت انا بطوله افريقيا اللي انا كملت فيها لحد الاخر وخدتها بالقاضيه، فاكرين طبعا حضراتكم ده ماتش ما يتنسيش، قاضيه قفشه ماشي، ادي واحده. طلعت من البطوله دي انا برضو اللي كملت في كاس مصر ودخلنا واحنا منهكين واحنا مش قادرين وكملنا ولعبنا وقت اضافي وصلنا ضربات الجزاء وكسبنا طلائع الجيش في الفاينل وخدنا كاس مصر. دي طلعنا منها كملنا ماتشات دوري ورحنا داخلين على قطر كاس العالم للانديه اللي في ناس مش عايز اقول ما سمعتش عنه، لا بتشوفه بس كويس. طلعنا وخدنا برونزيه كاس العالم ودي تعتبر بطوله للنادي الاهلي، ان شاء الله المره الجايه باذن الله يكون لنا الشرف ان احنا نوصل فاينل باذن الله. طلعنا منها كملنا الدوري بقى، لو حضراتكم بقى تفتكروا كل يومين والتالت ماتش، كل يومين والتالت ماتش. وبعدين في حاجه كمان، كملت انا في افريقيا، انا كنادي اهلي كملت في افريقيا وشفنا المعاناه اللي كنا بنعانيها، نطلع من هنا نيجي مصر، نطلع من مصر نروح تاني على افريقيا، نطلع من افريقيا نرجع على ماتشين ثلاثه ورا بعض، نرجع نطلع من هنا نروح على مش عارف نلعب جنوب افريقيا سان داونز هنا وبعدين نروح لجنوب افريقيا هناك ونطلع من جنوب افريقيا على قطر ومن قطر زي ما حضرتكوا شفتوا كاس السوبر اللي احنا خدناه كويس. بنتاثر ببعض الغيابات والاصابات اكيد، ولكن ما بنبكيش، ما بنقولش ان دي نهايتنا، ما بنقولش اعذار. حتى انا بحترم في مستر موسيماني وقعيته في الكلام، الراجل بيقول لك انا في اوقات كتير ببقى ناقص العدد، لكن دي مش مبررات، مش مبررات، لان انت بتتكلم على النادي الاهلي العظيم. على فكره النادي الاهلي العظيم ده مش لقب، ده حقيقه النادي الاهلي، حقيقه النادي الاهلي. لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي نقول النادي الاهلي العظيم، جمهور الاهلي العظيم، لعيبة الأهلي العظيمة، مجالس إدارات النادي الأهلي العظيمة، ده الواقع اللي أنا بقوله لحضراتكم، ده واقع. فحضرتك أنا من أكتوبر، بصوا بقى، أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو وداخلين في أول يونيو، حضرتك بتتكلم عن كام شهر؟ 8 شهور وداخلين في التاسع. أنا في ضغوط بقالي 8 شهور، أنا في ضغوط بقالي 8 شهور. المضحك بقى يعني انا في لعيبه انا بقدرها وبحترمها جدا وعلاقتي بيها كويسه جدا من نادي الزمالك، ولكن لما تشوفهم بيتكلموا في الفتره الاخيره
يقول لك ان ده ايه، ان مجرد النادي الزمالك لعب اربع ماتشات وهو مضغوط، فيقول لك ان ده ايه مخطط من اللجنه برئاسه احمد مجاهد علشان توقع نادي الزمالك. مخطط؟ امال انا اللي بقالي 8 شهور مش عارف انام. بلاش يعني انا دلوقتي بقالي 8 شهور في ضغوط جامده جدا. بلاش الضغوط. الماتشات اللي ورا بعض، البطولات المتتاليه، كل ده، الاصابات، الغيابات، ده وضع طبيعي. ومع ذلك مكملين في جميع البطولات الحمد لله رب العالمين. موسم تاريخي زي مواسم تاريخيه كتير شفناها في النادي الاهلي، عدت على النادي الاهلي. لكن بقى لما تيجي يقول لك بعض اللعيبه المحترمين اللي هم الكبار اللي بيفهموا، يعني انا بتفرج على ناس معينه لاني بحترم كلامهم جدا، لكن لقيتهم هم كمان ماشيين مع ايه، مع الناس اللي بتقول لك ان عايزين نوقف مسيره نادي الزمالك ودي ضغوط على نادي الزمالك. مين امال احنا نعمل ايه؟ وبعدين تلاقي ايه، يقول لك ان المهندس احمد مجاهد ازاي يعترف ان النادي الاهلي هو اللي مضغوط. امال مين اللي مضغوط؟ مين اللي مضغوط؟ حضرتك اللي مضغوط عشان لعبت اربع خمس ماتشات في 18 يوم ولا 20 يوم. تعالى بالورقه والقلم، انت كل الهجوم على الراجل علشان اعترف بحق النادي الاهلي واعترف ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي كان عليه ضغوط. يعني ما اتكلمتش في لوائح، ما اتكلمتش في عقوبات ومشيت وعدت، ما اتكلمتش في ايقافات وعدت، لا جاي يتكلم على حاجه بخصوص النادي الاهلي، بخصوص النادي الاهلي. يا جماعه ما اعترفوا بالواقع. يعني مقدمي البرامج حتى في القناه المنافسه قال لك ان ده الواقع الحقيقي اللي احنا بنمر بيه، ان نادي الزمالك مضغوط جدا. هو بيقول لك كده ليه مضغوط جدا؟ علشان كلام المهندس احمد مجاهد اللي قاله ان بصراحه النادي الاهلي هو اللي مضغوط. النادي الاهلي هو اللي مضغوط. بصوا في امثله كتير الواحد مش حابب يقولها لانها بتسيء لينا لما نيجي نقولها. انما انت سعادتك بتقول ان النادي الاهلي في ابريل، ده كلامهم هم بقى، يقول لك في ابريل النادي الاهلي لعب 8 ماتشات والنادي بتاعهم نادي الزمالك لعب 7 ماتشات، يعني الفرق ماتش واحد بس. وقال لك ايه، هو ده الضغط اللي بيجي من ماتش واحد؟ راح جاب ايه اللي بيناسبه لحد 30 ابريل، جاب لحد 30 ابريل اللي يناسبه هو، ما اتكلمش عن اللي قبل كده ولا اللي بعد كده. علشان ايه؟ عشان يثبت ان وجهه نظره صح، ان وجهه نظره صح. طب ما تيجي مع بعض كده نفتكر ماتشات النادي الاهلي. يوم 3 مايو خلاص خلصنا من ابريل، 30 ابريل خلصت. يوم 3 مايو لعبنا مع المحله، فاكرين طبعا محله، لعبنا مع المحله في المحله، طلعنا الاتحاد السكندري يوم 6 مايو في اسكندريه، فاهمين؟ يعني طلعنا من المحله مخلصين الماتش بالليل، يعني عدت علينا الساعة 12 دخلنا في يوم تاني واحنا كنا في استاد المحلة، يبقى يوم 4 مايو يعني. طلعنا منها تاني يوم رحنا اسكندرية لعبنا بعديها بيومين. يوم 6 مايو لعبنا النادي الاتحاد في اسكندرية، فاكرين؟ طلعنا من اسكندرية لعبنا يوم 10 مع نادي الزمالك. صح؟ كل دي تواريخ وكل دي ماتشات اتلعبت. بعد كده تعالى لي بقى تاني. نادي الزمالك ما لعبش في الدوري، هو كان مريح، كان مريح بعد كده. انت بقى حضرتك ما كنتش بتريح ليه بقى؟ لا انت الوحيد اللي بتشرف الكره المصريه في دوري الابطال، انديه الابطال. طلعنا بعديها يوم 15 في القاهره لعبنا سان داونز الجنوب افريقي، وما ادراك ما سان داونز. حلو، ده كان في القاهره يوم 15، كويس. وبعدين اتدربنا يومين وسافرنا نلعب ماتش العوده يوم 22 في جنوب افريقيا، كويس. يعني في سفر في النص، في سفر في النص. حضرتك بتتكلم عن يوم لعبنا يوم 15، خلصنا برضو بالليل قبل ما طلعنا من الاستاد، كانت يوم 16 جه،
وكان في سفر لجنوب افريقيا عشان ماتش العوده 8 ساعات. كويس؟ في جنوب افريقيا. رحنا قعدنا هناك 3 4 ايام لعبنا ماتش العوده والحمد لله تأهلنا للدور قبل النهائي. طلعنا تاني يوم ماتش العوده طلعنا من جنوب افريقيا سافرنا قطر. بصوا المسافه قد ايه؟ والاجواء يعني مفيش حد بيتكلم على الاجواء، لا انا هكلمك على كل حاجه. ما احنا بنتكلم عن واقع فمش هكذب. انت جبت لي واقع لحد يوم 30 ابريل، انا هكلمك على واقع انا كمان. طلعنا من جنوب افريقيا، تخيل عشان توصل قطر تعمل ايه؟ وصلنا هنا اسوان ترانزيت علشان الطياره، وبعدين رجعنا تاني لقطر عشان نلعب ماتش السوبر مع نهضه بركان. والحمد لله كسبنا البطوله ورفعنا رايه الكره المصريه. انت بتحاسبني على ان انا الوحيد اللي رافع رايه الكره المصريه؟ يا ريت تبقى زي، يا ريت تبقى زي. وبعدين جاي تقول لي، يقول لك ايه بقى؟ طب فين ماتش الاهلي مع دجله؟ ماتش الاهلي مع دجله اللي اصلا كان محطوط غلط. ماتش الاهلي مع دجله كان محطوط بين ماتشين سان داونز، ماتش هنا والماتش الثاني كمان 6 ايام، ومحطوط لي في النص ماتش وادي دجله، وانا اصلا مسافر كمان سان داونز، مسافر جنوب افريقيا، الماتش اصلا محطوط غلط. ونفس الكلام على ماتش سيراميكا اللي بيكلموا عنه، اللي كان قبل ماتش نهضه بركان بتاع السوبر اللي احنا لسه واخدينه الاسبوع اللي فات. طب ما هما وضع طبيعي ان الاهلي يطلب تاجيلهم، وضع طبيعي جدا. لان هما اصلا محطوطين يعني زي ما يكون عقبه كده، او اللي حطهم ما خدش باله. بين ماتشين فيهم سفر تحط لي ماتش، وبعدين بطوله سوبر تحط لي قبلها ماتش، وانا طالع من سفر جاي على سفر داخل على سفر. وخلينا اكلمكم على الاجواء معلش وبعدين نرجع هنا. حضرتك طالع من هنا رايح على جنوب افريقيا اللي اصلا الصيف فيها كان خلص، طالع على جو فيه برد، جو برد. اطلع من جنوب افريقيا والحمد لله ربنا بيوفقنا ويكرمنا، اطلع من جنوب افريقيا اروح على قطر اللي الجو فيها دلوقتي حر. ايوه النادي الاهلي من حقه يطلب الماتشين دول يتاجلوا، وهنلعبهم، واحنا هناجلهم ومش هيتلعبوا، هيتلعبوا في الفتره اللي فيها الاولمبياد بتاع طوكيو من غير لعيبه المنتخب الاولمبي اللي حضرتك اصلا بتقول عليهم ان انا اتحاد الكره بيجاملك. يعني تخيلوا حضراتكم ان انا النادي الاهلي، انا اللي طالب الماتشين دول نلعبهم فتره الاولمبياد بالاتفاق طبعا مع الانديه الثانيه، ولكن ايه، انا عشان مش عايز اعمل مشكله هلعب الماتشات دي من غير لعيبه المنتخب الاولمبي المنضمه للمنتخب الاولمبي في الوقت ده، ما بعملش مشكله. ما اتكلمناش قلنا لا ما ينفعش، لا النادي الاهلي ما يلعبش لازم يلعب بكل اللعيب، ما قلناش كده. ده بالاتفاق مع الانديه قلنا ان احنا هنلعب الماتشات دي في فتره الاولمبياد وبدون اللعيبه اللي منضمه للمنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب. حضرتك دلوقتي بتحاسبني على حاجه انا كنت مضغوط فيها عشان بمثل مصر ورافع اسم مصر؟ لو حضرتك مكاني كانت دي هتبقى مش عايز اقول مبررات او اعذار، انما كنت ايه هقول ماشي، ده يا سيدي ماشي نقف كلنا وراه لانه بيلعب باسم مصر. انما في حاجات زي ما انا قلت بتتشاف بس، بيتسمع عنها بس، يكون النادي الاهلي هو اللي في الحدث والباقي بيسمع، الباقي بيشوف. يعني لو كنت حضرتك في نفس الظروف دي، في نفس الظروف دي كنت هتعمل زي ما النادي الاهلي عمل، كنت هتطلب ان انت يتاجل لك ماتشات. لان بصراحه انا عايز اقول لك، يعني عايز اقول لحضراتكم حاجه، خلينا بقى ان احنا نتكلم بالعقل كده. الماتشين بتوع دجله وسيراميكا اتحطوا من الاول غلط، اتحطوا من الاول غلط، اللي حطهم غلط، ما خدش باله فحطهم غلط. ان انا العب هنا وبعديها بثلاث ايام العب وبعدين اسافر وبعدين اجي بعد كده ارجع هنا العب سيراميكا وبعدين اسافر قطر، ايه ده؟
هي اصلا اتحطت غلط، اتحطت غلط. مش ذنبي ان انا بمثل مصر، مش ذنبي ان انا بفرح مصر. النادي الاهلي كده حل ازمه، خلي بالك النادي الاهلي حل ازمه، مش بيتجامل، مش بيتجامل من اي طرف. النادي الاهلي عمره ما بيتجامل، ولو في مجامله لان انا بلعب باسم مصر، ودجله وافق وسيراميكا وافق وخلاص، الامور عدت. وانا مش عايز اقول انا اللي متضرر، ان شاء الله ما يبقاش في ضرر، لكن انا طلبت كمان ان انا العب، وانا في التوقيت ده ما عنديش كل اللعيبه بتاعتي، ما عنديش كل اللعيبه بتاعتي. ممكن يجي يقول لك والله المنتخب الاولمبي هياخد منك كذا وكذا وكذا، ممكن يكون فيهم لعيب مؤثر جدا او اتنين لعيبه مثلا ثلاثه مؤثرين جدا، ولكن احنا قلنا هنلعب، مش عايزين نعمل مشكله. فحضرتك بتتكلم في ايه؟ حضرتك بتتكلم في تضليل، بتضلل الناس. لا بلاش نضلل الناس، ويا ريت نقول لهم الحقيقه، يا ريت نقول لهم الحقيقه والواقع اللي احنا شايفينه ولامسينه. طيب نيجي للمباريات في شهر يونيو، مش ماتشات الاهلي اتاجلت؟ مباريات حضرتك اتاجلت، اتاجلت لان في لعيبه دوليين في منتخباتهم، واللائحه بتقول لك ايه؟ اي نادي عنده اتنين لعيبه او اكتر في المنتخبات ماتشاته تتاجل في فتره الفيفا اللي هي فيها ماتشات، ده واقع. طب ما ماتشات حضرتك اتاجلت في نفس الفتره، هو انت ليه ما بتقولش كل الحقيقه؟ يعني الحقيقه كلها انت ليه ما بتقولهاش؟ يعني يقول لك سطر والسطرين اللي بعديهم لا، ملناش دعوه ولا كاني شفتهم. لما تقول الحقيقه حضرتك تقولها كامله، انا بقول لك الحقيقه كامله بالارقام وبالتواريخ، بالارقام وبالتواريخ. ولما تيجي تتكلم حضرتك على النادي الاهلي، طيب عد بقى النادي الاهلي كان مضغوط لانه بيلعب في ايه؟ في ايه؟ مش تيجي نحسبها؟ بطولة الدوري حضرتك بتلعب معايا، في بطولة الدوري، كاس مصر حضرتك كنت بتلعب معايا وانا وصلت فاينل وخدت البطولة، دوري ابطال افريقيا وحضرتك وصلت معايا للنهائي السنة اللي فاتت، وانا بلاش انا، بلاش انا، قفشة اديها لنا بالقاضية، ربنا اديها لنا البطولة دي، البطولة اللي احنا فيها دي، مش ذنبي ان انا مكمل، مش ذنبي ان انا مكمل وحضرتك خرجت منها، ده مش ذنبي، ده فخر، ده فخر لمصر قبل ما يبقى فخر للجمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي. بطولة السوبر الافريقي دي بطولة في مباراة، اللي كان يقول لك دي لا ده احنا اول ناس مش عارف خدنا السوبر، ده احنا عملنا، وبعد كده يقول لك ايه ده ماتش ببطوله، دي يا عم دي بطوله مش عارف وهميه، دي بطوله ايه، خدناها برضو، مش هي وهميه، خدناها. طب كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه تسمع عنه بس، يعني ممكن تسمع عنه في الصحف، وممكن ممكن البعض كان بيتفرج بس علشان النادي الاهلي يخسر قدام الفرق بتاعت كاس العالم في دوره كاس العالم، بطوله كاس العالم اتعملت في قطر، ولكن الاهلي الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا برغم الظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها وخدنا برونزيه كاس العالم، وده يعتبر انجاز في الفتره دي، يعتبر انجاز. يا جماعه لما نيجي نحلل الامور لازم نحلل الامور بواقعيه، لما نيجي نتكلم على حقائق لازم تحط كل الحقائق في مكانها الطبيعي، مش تهلل وتستفز الناس، انت بتقول مش عارف كلام ايه، وانت انت اصلا بتقول كلام مش مقتنع بيه، لكن انت عايز توجه الناس في اتجاه تاني خالص، يبقى انت عارف ان السكه ماشيه كده او الحقيقه كده، وانت عمال تعمل كده او كده، لا يمين لا شمال. تتكلم عن تاجيل المباريات، تاجل لك مباريات يا حبيبي، انت كمان بيتاجل لك مباريات، ده انت كمان بيتاجل لك ايه، ده انت كان بيتاجل لك المتاجل، كان بيتأجل لك الماتش المتأجل. النادي الأهلي ما تعملوش كده. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي كان بيحارب في خمس جهات. خمس جهات. ده الحمد لله رب العالمين إن إحنا لحد دلوقتي مكملين، مكملين في الدوري. حد تاني غيرنا كان هيختلق لك بقى الأعذار، ده إحنا بقول لك إيه؟ ده أنا ده الماتش اللي فات، الماتش اللي فات
اللي قال لك ان بعد التعادل مش احنا، قال لك ان اللعيبه بسبب الضغوط اللي عاملها علينا اتحاد الكوره، اللعيبه اللي غابت عن الماتش هي اللي اثرت والنتيجه طلعت تعادل. اولا طيب عشان النتيجه طلعت تعادل مع فريق كان بيلعب ب 10 لعيبه من بدايه الشوط الثاني، ماشي. طب تقول ايه على النادي الاهلي اللي كان في فتره من الفترات الصعبه دي من اكتوبر لحد النهارده بيغيب عنه كل ماتش بالاربع والخمس لعيبه، بالاربع والخمس لعيبه ومكملين. لعبنا كاس عالم وكانت القوه الضربه بتاعتنا علي معلول اللي في خط الظهر وقع مننا واتصاب، لو بتفتكروا في ماتش البايرن من البدايه، كويس. والضغوط اللي قبلها كل ماتش بتطلع ثلاث اربع لعيبه بتلعب من غيرهم، كويس. بعد كده بالاربع وخمس لعيبه، وانتوا عارفين حضراتكم الاسامي كلها كلها من اول خط الظهر لحد خط الهجوم، محمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر ابراهيم وايمن اشرف. انت بتتكلم عن قوام اساسي لفرقه، ومع ذلك لما دخلنا البطولات في الفاينل كسبنا المنافس، في كاس العالم خدنا ثالث كاس عالم. هقول تاني؟ انا مش هقعد اعد تاني، ده هتعب. احنا بنتعب والله بنتعب، ولكن احنا ملناش دعوه باي حد تاني. انا بس بقول لكم الحقائق، انا بقول لكم الحقائق. احنا لينا هدف كنادي اهلي، احنا كل الكلام ده يمكن اتكلمنا فيه علشان احنا بنتكلم على ايه. النادي الاهلي بياخد بطوله يفرح ساعتين ثلاثه او يفرح بقيه اليوم، وتاني يوم بيبص البطوله اللي بعدها، هو ده هدفي. انا ببص لكده حتى وانا مضغوط. يمكن احنا بداناها بالكره الطايره وبالمناسبه دخلنا في كره القدم، انما انا بتكلم ان انا حتى وانا مضغوط ما بديش مبررات. اتكلمنا على واقعيه مستر موسيماني، انا بتعجبني جدا واقعيه الراجل. الراجل اولا بيتكلم بكل تلقائيه، وبتحس ان هو بيتكلم، يعني ناس بتاخد عليه ساعات بعض الاحيان ان هو بيتكلم بيرتجل وبيقول كل اللي في قلبه. انا ما باخدش عليه كده بصراحه، لا، انا شايف ان الراجل واقعي جدا جدا جدا، وعمره ما قال في حديث لو تفتكروا ان يجيب لك مبررات في مثلا اصابه لعيبه، غياب لعيبه، لا ما بيقولش كده خالص. بيقول انا عندي اصابات وعندي غيابات وعندي ضغوط، ولكن عمره ما قال ان دي مبررات. لما خدنا بطوله افريقيا كان في ناس غايبه عننا، خدنا كاس مصر كانت في ناس غايبه عننا. طيب عايزين نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه، ارجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قبل ما نروح لماتش النهارده، رسميا لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لكره القدم قررت تعيين الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكما للساحه في لقاء الترجي والاهلي في رادس ان شاء الله يوم 19 يونيو. والحكم الزامبي سيكازويل اللي هو حكم لنا قريب في غرفه تقنيه الفيديو اللي هي الفار، كويس. وماتش العودة إن شاء الله هنا في القاهرة تم تعيين الحكم الكاميروني أليوم نيان حكما للساحة في لقاء الأهلي والترجي في مباراة العودة يوم 26 يونيو بمشيئة الله. والحكم المغربي رضوان جيد في غرفة تقنية الفيديو اللي هي الفار. إن شاء الله ربنا يوفقنا بإذن الله ونعدي الدور قبل النهائي ونوصل للنهائي، ويكون لنا بقى بعد كده كلام تاني بإذن الله رب العالمين. وربنا يوفقنا ويكرمنا ولاعيبة النادي الأهلي أو رجالة النادي الأهلي اللي عودونا في كل الأوقات وعبر كل السنين بأن هم دايما مصدر الفرحة والسعادة لنا. نروح بقى الماتش النهاردة. ماتش النهاردة مباراة ودية تجريبية. قبل ما نقول مباراة ودية تجريبية، واحد يقول لك الله، هو أنتوا بتشتكوا أن أنتوا
مرهقين ومجهدين، وبعدين طالع من فتره فيها ضغوط وماتشات كتير واصابات، وجاي تعمل ماتش النهارده؟ اه طبعا، لان انا النهارده ماتش ده مستر موسيماني عامله عشان يشوف مستوى بعض اللاعبين اللي هم جايين من اصابه طويله، زي مثلا محمود متولي اللي رجع التدريبات من بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش. بيشاركش يعني الاصابه كانت طبعا رباط صليبي لو حضراتكم فاكرين، وكمان تجربه بعض اللعيبه في بعض المراكز اللي ممكن انت تحتاج لها الفتره اللي جايه. يعني انت مثلا عندك الماتش اللي فات وقع منك اتنين، نتمنى ان هم يرجعوا بسرعه ان شاء الله، بس عندك مثلا محمد هاني جات له العضله الاماميه. فانا دلوقتي انا كمستر موسيماني هقعد افكر، طيب العضله الاماميه دي ممكن يلحق وممكن ما يلحقش، ممكن يلحق وممكن ما يلحقش. هي ما تبقاش 50-50 عشان بس نكون ايه صراحه معاكم، لا هي بتبقى مثلا 70-30 او 75-25 ان هو يلحق، 25-30%، لان العضله الاماميه بتطول شويه. فهو انا كمستر موسيماني عامل ماتش مع فريق من الدرجه الثالثه مع احترامي لمصر التامين، مفيش حاجه بقى درجه ثالثه ودرجه ثانيه ودرجه اولى، انا بقول لك مع احترامي لمصر التامين فرقه مصر التامين النهارده. انا بشوف بعض اللعيبه اللي انا عايز اديهم الفرصه كانوا ما بيلعبوش الفتره اللي فاتت كويس، غير اللي هم طبعا كانوا مصابين من فتره زي محمود متولي، هديهم الفرصه النهارده وابص عليهم. هو الماتش يعني نقدر نقول ايه، تقدر تقول ايه، متوسط القوه او اقل من متوسط القوه، ولكن دي فرصه ان انا اشوف فيها بعيني المجموعه اللي هي ما بتلعبش والمجموعه اللي هي كانت بعيد فتره كبيره جدا. فكل ماتش ليه هدف، كل ماتش ليه هدف. هو استعداد لماتش الترجي في الدور قبل النهائي، هقول لك استعداد. ليه استعداد؟ مش عشان قوه الخصم او ضعف الخصم، لا، انا عايز ابص على اللعيبه اللي بقى لها فتره ما بتلعبش، انا عايز ابص على بعض اللعيبه اللي هي كانت قاعده على الدكه. انا عايز اقول حاجه بمناسبه الدكه، دكه النادي الاهلي لو ما كانتش قويه الفتره اللي فاتت ما كانش النادي الاهلي فضل مكمل. انا بقوله ليه؟ عشان الناس اياهم اللي بيقعدوا يقول لك النادي الاهلي محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، ومحتاج في خط الظهر، ومحتاج في خط النص، ومحتاج في خط يا راجل يا راجل يا مفتري، ده انت ماتش غاب عنك ثلاث لعيبه، اتعادلت مع فرقه بتلعب 10 لعيبه، ماتش غاب عنك ثلاث اربع لعيبه، اتعادلت مع فرقه مع احترامي لجميع الفرق بتلعب ب 10 لعيبه، وقعدت مبررات وانا مش عارف بيها تعمل فيا ايه، وانا ما بنعملش احنا كده، احنا ما بنعملش كده. احنا بنبص الفترة دي، أنا عجبني جدا كابتن سيد عبد الحفيظ لأنه خد قرار امبارح للعيبة النادي الأهلي. مفيش زور في الإعلام. الفترة اللي جاية مفيش زور في الإعلام، ركز، خلي بالكوا احنا بنتكلم عن ماتش كمان 16 يوم. كمان 16 يوم. من دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ قال ركز في الماتش، ركز في الماتشين الجايين، ركز في الماتشين الجايين، لان الماتشين الجايين دول يحسموا بطوله ان شاء الله نحسمها بعد كده في الدور النهائي باذن الله رب العالمين. عجبني جدا 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 جدا. عجبني كمان تصريح قبل ما انسى يعني بص، تقف احترام للكابتن وليد سليمان، تقف احترام للكابتن وليد سليمان لعيب النادي الاهلي من غير ما يقول الكلام ده. انا الراجل بقدره كلعيب كوره، كشخصيه، لعيب ما بيعملش مشاكل، العب العب ما تلعبش ما تلعبش، ده ساعات بينزل يلعب دقيقتين. مره السنه اللي فاتت نزل لعب، او يمكن اول ما مستر موسيماني جه نزل لعب مش عارف اربع دقايق راح جاب جول، ما اتكلمش ما بيقولش حاجه، العب العب، اقعد اقعد. قال كلمه، قال جمله حلوه قوي، بس دي جوانا كلنا، جوانا كلنا. قال لك اللعيبه بتاعت النادي الاهلي دي كلها قبل ما تبقى لعيبه دول مشجعين للكيان، دول مشجعين للكيان،
مشجعين للنادي الاهلي العظيم، قبل ما نبقى لعيبه في النادي الاهلي احنا مشجعين، احنا كلنا كده من ايام ما كنا لعيبه وبعد ما بطلنا احنا مشجعين كلنا. فما بالك بقى بان هو بيقول لك ايه اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي في النادي الاهلي دول في الاساس مشجعين، عشان كده لما بينزلوا الملعب حتى لو هم مش قادرين. ده انا في فتره من فترات، طبعا حضراتكم كلكم بتشوفوا، في فتره من فترات تحس يا عيني ان عمرو السوليه وقفشه وايمن اشرف مش قادرين، محمد هاني مش قادرين، ولكن بيدوسوا على نفسهم، بيدوسوا اللي بيزك واللي بيرجع مش عارف بيزك على رجله عشان يلحق يدافع عن الجول وبعدين يطلع قدام عشان يكمل، مش قادرين. بس ده حب الكيان، ده حب الكيان اللي بيتكلم عليه الكابتن وليد سليمان. فماتش النهارده فرصه للبعض اللي هم على الدكه وفرصه لبعض الصاعدين لتجهيزهم في ظل اللي هيتعرض له الاهلي من ضغط مباريات الفتره اللي جايه بسبب المؤجلات. المؤجلات كتير، والاهلي اكيد هيغيب عنه طبعا لعيبه دوليين مع منتخبات بلادهم في الدوره الاولمبيه، يعني بدر بنون مثلا منتخب المغرب المحليين مش هيبقى موجود، اليو ديانج مش هيبقى موجود، هيبقى موجود مع منتخب مالي، والتر بواليا هيبقى موجود مع منتخب الكونغو، علي معلول هيبقى موجود مع منتخب تونس، وكمان لعيبه المنتخب الاولمبي تحت قياده الكابتن شوقي غريب، ناصر ماهر، مصطفى شوبير، صلاح محسن، احمد رمضان، كل دول هيبقوا غايبين عننا، ولكن مكملين ان شاء الله، مكملين ومفيش مبررات. يبقى ماتش النهارده فرصه لمستر موسيماني يبص على اللعيبه دي، يشوف من غير ضغوط بقى، انا بقى بلعب ماتش ودي مع فرقه محترمه من الدرجه الثالثه، الراجل من ساعه ما وصل القاهره شهر اكتوبر اللي فات زي ما قلنا وهو في ماتشات متتاليه وضغوط وضغوط، بس ايه ضغوط ببطولات، مش ضغوط شهر وبصرخ، تسع شهور اربع بطولات، انا بسمي برونزيه كاس العالم بطوله، مش لاقي وقت، انا مش هقعد احط وداني لمين بيهاجم ومين يقول لك ده محتاجين كذا ومستر موسيماني مش عايز كذا، لا 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 انا مش هحط دماغي بالحاجه، انا ردي في الملعب، انا ردي في الملعب، ده شعار النادي الاهلي دايما، ردي في الملعب، اطلع من بطوله ابص على بطوله ثانيه. تقلت عليكم، كلمت كتير، هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار جدا، كابتننا الكبير عادل طعيمه وكابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي وكابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم وهدافنا الكبير كابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بنجومنا الكبار جدا اللي مشرفينا النهارده، كابتننا الكبير كابتن عادل طعيمه، مشرفنا كابتن، منورنا، اهلا وسهلا، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، ربنا يخليك، شرف لينا ان حضرتك معانا النهارده، شرف ليا والله يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم، منورنا يا كابتن، اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن ايمن منور، كابتن عادل والكباتن كلهم، الله يخليك. كابتننا اسامه عرابي، مش عايز اقول كبير عشان ما اكبركش في السن، عشان انت بتزعل من حته الكبير دي، لا ليه يعني، كبير مقاما، اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، وطبعا الكابتن عادل مشرفنا وكل الكباتن، هدافنا الكبير كابتن احمد بلال، اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا، ربنا يخليك كابتن ايمن طبعا، واهلا بكل الكباتن والكابتن عادل طبعا، يعني منورنا النهارده وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله رب العالمين. كابتن عادل، كنت عايز اتكلم مع حضرتك على حاجه شفناها اليومين اللي فاتوا دول، إيه لما المهندس احمد مجاهد طلع وقال لك بصراحه يا جماعه اللي كان عليه ضغوط جامده جدا الفتره اللي فاتت، وانا بعترف ان هو اتضغط في الماتشات نادي الاهلي، فوجئنا بكميه نقل من المنافس عن طريق القناه، عن طريق بعض المنتمين ليه، وللاسف في منهم ناس كانوا يعني عقلانيين جدا دايما في كلامهم، لقيتهم بيتجروا للسكه ديت ويقول لك لا ده احنا اللي اتضررنا، امال النادي الاهلي اللي هو من اكتوبر مضغوط لحد النهارده يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه طبعا لازم
من خلال الاستوديو التحليلي نبعت رساله لجمهور مصر كله خاصه جمهور النادي الاهلي. لاول مره في تاريخ النادي الاهلي يتعرض لهذا الكم من عنق الزجاجه اللي لم يحدث ولن يحدث في التاريخ النادي الاهلي، انك انت بتلعب هذا الكم من المباريات وهذه الضغوطات اللي كانت موجوده على اللاعبين، اعتقد انها يعجز اللسان انه يدي للاعيبه وللجهاز الفني وللاداره حقهم في الاداء اللي هم مأدينه. احنا بنشوف في خلال زي ما حضرتك تفضلت 7 أو 8 شهور بتطلع 3 قمم. صحيح. تاخد قمه الدوري بعد اكتر من 10 مباريات في افريقيا، وبعدين تخش على الدوري، وبعد ما تطلع في القمه تاخد تكسب الزمالك في نهائي ابطال افريقيا، ثم تروح رايح على قطر علشان تلعب مع البايرن ومع الدخيل ومع بالميراس. فانت بتلعب في قمم، في علم التدريب انك انت لما توصل لقمه الهرم او لقمه الجبل لابد يبقى فيه نزول. مظبوط. فانت كمان في قمه ثانيه في السوبر الى جانب كل ماتشاتك قمم في الدوري، 19 ماتش كلهم ماتشات قمم. طيب لما نيجي نقارن الراجل المدير الفني اللي جه في ظروف صعبه جدا وجاي على الوداد في الوداد وبعدين على افريقيا وعلى دوري من غير ما يعمل فتره اعداد، من غير ما يختار اللاعبين، وانت عارف حضرتك وكل الكباتن عارفين ان النادي الاهلي فيه بروتوكول كده، انا بجيب مدير فني بيختار لعيبه بيبتدي صح يبدا الموسم بتاعه بديله سنه كامله ثم ابتدي احاسبه. مظبوط. الانتقادات اللي بتتوجه للراجل ده مش للراجل ده بشخصه، هي انتقادات علشان تنال من النادي الاهلي. القمه الثالثه السوبر اللي اتعمل في قطر. صحيح. وانت راجع من جنوب افريقيا يا كابتن انت درجه حراره 15. مزبوط. بترجع على 45. مزبوط. ايه ده؟ صح. ده جسم البني ادم والله ما يتحمل، ده ربنا فرض علينا لما انا اروح اسكندريه اقصر في الصلاه. فتخيل انت حضرتك القمم دي كلها مع وشفنا العنف اللي احنا شفناه، وشفنا ماتش في غايه الاهميه في المريخ في السودان، وشفنا قد ايه الجو والاداء والملعب الى جانب الجانب التحكيمي طبعا اللي احنا شفناه. فاعتقد انه القمم دي كلها كانت اللعيبه بتاعتنا مع الجهاز الفني مع كابتن محمود اللي لا نغفل دوره المهم جدا كمسانده، وكل اداء بيحصل فيه نوع من التراخي شويه مش علشان اللعيبه عايزه تتراخي، لا ده هو زي ما حضرتك تفضلت جهد بدني ونفسي وعصبي على اعلى المستوى. صحيح. وبعدين بترجع على الدوري يا كابتن تخش على غزل المحله، وبعدين تروح رايح على برج العرب، وتروح راجع على اسكندريه، اللعيبه ما بتقعدش. ده حضرتك يعني اتكلمت كمان على حته الضغوط الذهنيه او العصبيه ما حدش اتكلم فيها، خلي بالك يا كابتن انت لاول مره في التاريخ هتلعب بطولتين افريقيا في 7 شهور. صحيح. يعني انت داخل في تصفيات نهائي وانت واخد بطوله افريقيا في شهر 11 اخر 11 11، فانت داخل على بطوله تانية. امتى دي حصلت؟ مظبوط. الجهاز الفني ده والاداره واللاعبين وجمهور النادي الاهلي لازم يفخر بفرقته، لن ينال منك حد الكلام على موسيماني لان الغرض من موسيماني هو النادي الاهلي. صح. صحيح. كابتن شريف زي ما اتكلمت مع كابتن عادل الفتره اللي فاتت حاجه غريبه جدا، فريق بيلعب 4 5 ماتشات في 15 ولا 16 يوم وربط ال4 5 ماتشات دول بالموسم كله، وفريق النادي الاهلي من شهر اكتوبر لحد النهارده تقريبا بيلعب كل 3 ايام مباراه ويسافر ويرجع ويروح ويجي، ومع ذلك ما بنتكلمش. اقول لك ايه؟ لا ما تعديهاش، مش عايزك تعديها. انا هكمل بس كلام كابتن عادل وكلامك وكل اللي بيحصل دلوقتي. اتيحت فرصه ليهم للمنافس، ها؟ مع تخطيط المدير الفني بتاعه هو اللي أتم المرحله التخطيطيه. مش عايزك تعديها. انا هكمل بس كلام كابتن عادل وكلامك وكل اللي بيحصل دلوقتي. اتيحت فرصه ليهم للمنافس، ها؟ مع تخطيط المدير الفني بتاعه هو اللي أتم المرحله التخطيطيه لفرقته. أيوه. وهو اللي قبل. أيوه. بنفس هذا الشكل بضغوط المباريات. أيوه. وهو لا يلعب على 3 مستويات، لا يلعب على 3 4 بطولات،
لا يلعب صح. على افريقيا نهضه افريقيا نهضه البركان، لا يلعب على بطوله انديه عالم، لا يلعب على بطوله دوري وبطوله كاس مصر للسوبر المصري. كل ده راجل قال انا اقدر الم كم من النقاط يخليني في المقدمه ارهق بيها المنافس، وكان راجل بيكسب كل ماتش، فرقته 10 على 10 شغالين الى ان نزف نقطتين مزبوط. فاصبح الفرق 4 نقاط، ابتدت العلامات والاشارات الحمراء تطلع. هقف مع حضرتك في حته خساره النقطتين ماشي، مع العلم ان الخصم كان بيلعب ب10 لاعبين من اول الدقيقه 50 او 52، ولا احنا بنبص في ورقتنا بالظبط وتعلمنا ان احنا نبص في ورقتنا وبنشوف حياتنا كلها، فاحنا كلنا لازم نطلع. والراجل احمد مجاهد بكل الشفافيه قال لك يعني لعبت الاهلي، خليت الاهلي لعب الزمالك قبل صن داون ب3 ايام خد الاهلي بيلعب 48 ساعه، كل 48 ساعه يعني ال 72 ساعه يبقى مباراه الماتش صح، وعنده بطولات افريقيا بيروح يلعب هناك عشان يحسن من المستويات، رايح جاي افريقيا ويكسب هنا 2-0 مثلا، عشان هناك لازم يروح في الكلام اللي اتكلم فيه كابتن عادل وانت اتفضلت وكلمت فيه اللي هو الاجواء اجواء مختلفه وسفر مظبوط واتموسفير تاني، درجه الحراره 16 ارجع على 45 زي انت بتقول 42، ده غير الاصابات اللي عندك، غير ما تقابله من تاخرات في عدم عوده اللعيب بالمستوى الاساسي الاول عندك صحيح. يعني انت يعني انتوا الاثنين اتفضلتوا وقلتوا كل حاجه، الحقيقه احنا مش بننوه بس، لا فاكر لما كنا ناس قال كلمه فير صح، السوشيال ميديا قامت ايه؟ ده في حاجه انا بتزعجني كمان اللي هي بتفرج بقى على ماتشات الكوره والمذيعين اللي بيذيعوا الماتشات بيقول لك السوشيال ميديا كلها هلاويه، ده المذيع بيتفضل وهو بيذيع يا كابتن بينصح الفريق المنافس يهجم منين ويلعب ازاي وازاي الفرقه دي مش قادرين يكسبوها وازاي، ويفضل يستفزك على اساس ان هو عايز يثبت انتمائه الشخصي. انا راجل دلوقتي متلقي لا اقبلها من انتماء شخصي احمر ولا من اي فرقه تانية، ولازم نتكلم بالحياديه. الناس دي ايه يعني؟ فاكرين ان هم لما ينفخوا ويقولوا ويعملوا ان دول مرشدين سياحي؟ يعني احنا في رياضه. المشكله ان انا سمعت نفس الكلام من لعيبه دوليين ويعني بنعتز بيهم وبنعتز بارائهم، يقول لك انا مستغرب ازاي كارتيرون بيعمل مش عارف ازاي ده يخرج، ده نسي خالص ان هو معلق ليس له انه ينوع على كره دي انتماء اوفسايد ولا مش اوفسايد، ملوش دعوه باي حاجه، هو عليه وصف بس تفصيلي. دي حاجه بتاذيني انا حتى لما بسمعه في الراديو او بتفرج عليه وانا قاعد بتفرج، ما بحبش الحكايات دي، هي اللي بتعمل الشراره بتاعت السوشيال ميديا اللي انتوا بتتكلموا عنها. يعني باذن الله احنا خلاص في تفوق للنادي الاهلي، يعني في تفوق وطني، يعني كل البطولات دي جايه لمصر مش جايه النادي الاهلي بس، فانا بساعد الانديه كلها واعلم ببيراميدز في الكونفدراليه طبعا، واعلم بالزمالك في افريقيا طبعا، اي حد بس اتمنى ان هو يكون معايا في البطوله لانه بينعش البطوله خليني انا اكثر تركيزا، لا يقل الترجي والوداد وصن داونز والاهلي والزمالك عن بعض، فرق محترمه كلها، كلهم بيشتغلوا صحيح. كلهم عايزين يبقى ليهم مجد وليهم اصرار زي الاهلي صحيح. والاهلي زي ما الكابتن عادل اتفضل قال لك احنا في كل الظروف اللي احنا فيها دي كلها والحمد لله ربنا كرمنا، عارف ليه؟ لان احنا مالناش دعوه بحد صحيح، احنا بنشتغل قافلين على نفسنا، لعيبه مركزه، كابتن محمود ومجلس الاداره والناس مسخره نفسهم لبس الروح في اللعيبه، بيقولوا لهم انتوا مش لوحدكم، احنا دايما جنبكم، احنا كيان واحد، احنا كلنا اتربينا على دي الموروثات صحيح. الموروثات اللي احنا عايشين فيها دي هي اللي بتنجحنا بس لما بنصلي كابتن عادل وكابتن اسامه وكابتن بلال وكابتن ايمن، وبنقعد نصلي وبندعي، بنصلي بنيه صافيه، ما بنقولش يا رب وقع المنافس، بالعكس احنا عمرنا ما عملنا حاجه زي كده، احنا بنبص في ورقتنا في ملعبنا صحيح. في 90 دقيقه اللي بنلعبها، ويوم ما بنخسر ولا بنتعادل بنلوم نفسنا صحيح، لا بنروح بقى نقول لك الحكم ما اديناش ضربتين جزاء، احنا دايما بنحمل نفسنا صح، عمرنا ما بندي شكاوي وبندي ولا مبررات من صح. حقك يا استاذ عبد الحفيظ انك تقول انا النهارده اتحرمت من كذا، ده راجل شغلته مدير الكوره، من حقك يا موسيماني انك انت تقود الفرقه صحيح. وانت حاسس بامان وانت في الملعب، ده احنا كمان ما اتكلمناش على غلطات التحكيم في بعض مباريات النادي الاهلي، ده احنا كابتن عدلي وكابتن ابراهيم منيسي عملوا حلقه كده قعدت اتفرج عليها الناس 7-8 ماتشات لقيت 16 بونت هنا مظبوط و11 بونت هنا 27 نقطه ايوه، احنا كنا المفروض في الدوري ده
لو الدنيا ماشيه فيه والدنيا ماشيه زي الفل، بس احنا النادي الاهلي عمرنا لا بنشكي. صحيح، عشان كده ربنا بيكرمنا. صح، يعني الحمد لله ربنا بيكرمنا لان احنا ربنا عالم بينا. صحيح، اتربينا تربيه سليمه رياضيه بحته ان احنا نتمرن ونعيش كلاعيبه كوره على كيان كبير قوي، والكيان بيدي ويتدفق. وهختمها بكلمة عادل، الجماهير اللاعب الاول والاخير بالنسبه لنا، واصبح مجلس اداره كمان شريك في هذا اللاعب الاول. صح، كل ما بنشوفهم ورا فرقتهم وبيروحوا وبيتعبوا وكلام من ده، الحقيقه الواحد بيجي له طمانينه في نفسه. صحيح، ان في عامل كبير كمان مواكب حتى في الغيابات اللي احنا تبقى موجود. فجود لك، واحنا يعني زي ما احنا ماشيين كده. صحيح، باذن الله. كابتن اسامه، يمكن زي ما قال الكابتن عادل والكابتن شريف، النادي الاهلي مختلف، منظومه غير المنظومه. النادي الاهلي زي ما عودنا دايما من زمان، النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده بيبص في ورقته بس، بيبص ورقته بس. انما لما يطلع المسؤول عن كره القدم في مصر ويصرح تصريح واقعي وبيقول ان النادي الاهلي فعلا اجهد الفتره اللي فاتت وفعلا اتضغط عليه مننا، ما هو اتضغط عليه من مين؟ اكيد مننا، يعني من اتحاد الكوره بتوالي المباريات، وما كانش فيه تقدير للظروف وللبطولات اللي هو بيلعب فيها. ده اعتراف ضمني من رئيس اتحاد الكوره المهندس احمد مجاهد بان النادي الاهلي فعلا تحت ضغوط بدايه من شهر اكتوبر حتى الان. نطلع نشوف الاسبوع اللي فات دوت هجوم رهيب على المهندس احمد مجاهد بسبب الكلام ده، ويجيبوا لك شهر ابريل يقول لك ايه، ان احنا لعبنا 7 ماتشات في شهر ابريل ولا 6 ماتشات، انتوا لعبتوا ماتش زياده بس عننا. يعني حتى بيزيفوا الحقائق. لا، ما هو بص، قدر النادي الاهلي زي ما انت قلت، البطولات الكتيره اللي بيشارك فيها والبطولات كمان اللي بيحصل عليها، هو نمره واحد. فتملي رقم واحد ده، او الشجره اللي هي المثمره زي ما بيقولوا، تملي هي اللي بتتحدف بالطوب، او ان رقم واحد ده الناس كلها نفسها توصل ليه. انت قلت كلمه ان النادي الاهلي تملي باصص في ورقته بس، وكابتن عادل وكابتن شريف كمان اكدوا عليها، ودي حقيقه. احنا طول عمرنا شغالين في شغلنا احنا تنظيما، من اول مجلس الاداره للاجهزه الفنيه لكل قطاعات النادي، كل واحد عارف دوره وكل واحد عارف مسؤولياته، وبنشتغل في ورقنا بس، وما بنقعدش نبص كتير قوي على الاخرين بيعملوا ايه. يعني زي اللي هو اللي عارف انت، العداء اللي بيجري 100 متر ده، لو بلحظه بيقعد يبص وراه بيشغل نفسه باللي وراه، هو واخد تارجت معين، هو هيطلع اول ومركز في كده، ما بيقعدش يفكر في حاجات كتيره. فدي نقطه مهمه النادي الاهلي ماشي بيها طول عمره، والحمد لله ناجحين فيها تماما. والدليل على كده البطولات اللي بناخدها رغم الظروف القاسيه اللي كلنا مجمعين عليها، ومنها عدد الماتشات الكبير جدا في زمن قليل قوي. البطولات الكبيره زي الكاس العالم، زي امم افريقيا، امم اوروبا، امم اسيا، صحيح بتلاقي فيها عدد ماتشات مضغوط، بس فتره محدده. يعني بيبقى كلها 20 يوم او 25 يوم، بتتلعب 5 ماتشات لغايه او 6 ماتشات لغايه النهائي، ممكن يكون كل يومين ماتش مظبوط، بس قبليها بتبقى المنتخبات واخده فتره راحه واعداد على الاقل 2 أو 3. فبلعب 5 ماتشات بعديها مضغوطه ولا 6 ماتشات ماشي، لكن مش هلعب انا عدد مثلا 20 ماتش او 18 ماتش في زمن قياسي، منهم سفريات مسافات كبيرة جدا، سواء داخليا من اسكندرية للقاهرة لأسوان للمحلة للكذا، ومع سفريات افريقية. صح، في زي الصن داونز جنوب افريقيا، زي قبليها السودان، المريخ، وترجع لقطر. فسفريات كمان، يعني مش بس ايام مضغوطه في 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 في, في الناحيه اللي هي البدنيه والذهنيه في اللعب بس، ده كمان في السفر، والسفر نفسه ارهاق. انت ساعات كان مدربين كتير واحنا كلنا شغالين، ممكن بتسافر سفريه بتقول اليوم ده للعيبه راح. مظبوط. فما بالك بقى كمان
العدد الايام اللي بين الماتشات ما بيبقاش 3 ايام في عدد كبير يعني عدد ماتشات كبير مش بطوله صغيره مجمعه فتره محدده. فالنادي الاهلي اتعرض لضغوط كبيره فالمهندس احمد مجدز قال كده وقال كلمه حق يعني هو ما قالش كلمه لاي حد عنده رؤيه فنيه ومنصفه هيفهم انه فعلا النادي الاهلي اتعرض الفتره اللي فاتت لضغوط كبيره جدا في عدد الماتشات بالسفريات الكتيره. فقدر النادي الاهلي وظروفه انه هو الحمد لله رغم الظروف دي برضه بيحصل على بطولات فما يشغلناش اي حد تاني احنا خلينا في مسيرتنا زي ما احنا وباصين زي ما انت قلت في ورقنا ومركزين مع نفسنا واللي يتكلم يتكلم ما يعني مش هي دي الامور اللي هتقلل من النادي الاهلي بس بنوضح الحقيقه للناس يعني طبعا طبعا الناس لازم تبقى فاهمه الحقيقه وفي ناس كتير فاهمه الكلام دوت لكن في ناس تملي لما فرقه هي اللي بتقعد تكسب 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 فبرضه بيبقى مشكله عند الاخرين انك ازاي في الظروف دي كلها وبرضه ما زلت بتكسب ما بتقعش صحيح فدي نقطه كبيره و يعني انت لما اتكلمت على ماتش الجونه وسيراميكا اللي النادي الاهلي هيلعبهم في فتره المنتخب الاولمبي فرقتين مش سهلين طبعا طيب احنا عدد اللعيبه المنتخب الاولمبي مبدئيا اللي متاخدين في المعسكر شوبير مصطفى شوبير احمد رمضان بكر اكرم توفيق ناصر ماهر طاهر محمد طاهر صلاح محسن يعني يعني سبعه وثمانيه مؤثرين جدا او معظمهم في الفتره الاخيره كان مؤثر جدا في التشكيل الاساسي بتاع النادي الاهلي واذا ما كانش في التشكيل الاساسي بتاع النادي الاهلي فهو بديل مؤثر مزبوط. طيب ده انت كمان ممكن لا قدر الله ما تعرفش الوقت ده ساعه اللعب ده في صح. يعني النادي الاهلي خد على عاتقه انه يلعب الماتشين دول بدون من لعيبه المنتخب الاولمبي انت ما تعرفش المساحات اللي كل شويه يعني كل 48 ساعه بيعملوا مسحتين مسحه مظبوط ده شغلانه فيها ارهاق نفسي غير عادي كمان يعني صحيح فانت ما تعرفش كمان في فتره الماتشين دول مين تاني يكون مصاب ما انت دلوقتي عندك قفشه اتصاب وعندك هاني اتصاب وكان في فتره قبل كده طويله علي معلول وحمدي فتحي يعني انت في ظروف المنتخب الاولمبي اذا كان السبعه دول هيتاخدوا في ماتشين الجونه وسيراميكا انت كمان ما تعرفش اللي هيبقى لا قدر الله مصاب عندك من اللعيبه الاخرين يعني او الناس موقوفه فانت هتلعب بنقص عددي كبير جدا وماتشين مهمين جدا فده قدر النادي الاهلي والنادي الاهلي يعني طول عمره بيتحمل ومع ذلك ماشي في مسيرته ويعني خلينا القافله ماشيه الحمد لله يعني صحيح. كابتن بلال انا والكباتن بيتكلموا انت عايز تتكلم وعايز تقول حاجات كتير جواك وانا حاسس بيك الحقيقه وانا حاسس بيك ولكن لما يمكن احنا بنتكلم بحرقه شويه ويمكن بنتكلم بواقعيه شويه لان اللي شايفينه ده تزييف للحقائق زي ما قلت مع كابتن اسامه وكابتن عادل والكابتن شريف ولكن في حاجه انا عايز اقولها برضو مع حضراتكم كره القدم دلوقتي بقت علم صحيح مش دلوقتي يعني من فتره بقت علم يعني بقت علم هنا في مصر كل ما انت بتحط عليا ضغوط كلاعب وكجهاز فني انا ممكن اخطئ صحيح يعني انا ممكن يطلع مني تصرف ده طبيعي ممكن تقوم انت ماسكني زي ما حصل مثلا مره مع الشناوي وبعدين قال لك ايه بعد كده ده اتخففت له العقوبه لا سعادتك هي العقوبه ما اتخففتش هو سعادتك انت ضغطت عليا ضغط جامد جدا 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 والضغط مش بدني بس الضغط مش بدني بس الضغط كمان ذهني انا غصب عني هيجي لي فتره من الفترات انا هبقى اوت اوف بالانس يعني ممكن يحصل مني اي تصرف بس لعيبه النادي الاهلي ليها حدود حتى صحيح. يعني لعيبه النادي الاهلي حتى في التصرفات الخاطئه ليها حدود ما بتتعدهاش زي الغير اكيد طبعا يعني هبتدي من الاخر وزي ما قالوا الكباتن طبعا انت السلوك بتاعك اللي اعتدت عليه انت المنظومه بتحكمك اخلاقيا بتحكمك التزام ادبيا فنيا كمان يعني النادي الاهلي مش منظومه كره قدم فقط لا غير النادي الاهلي يعني في اصعب الاوقات انت مشيت سوبر ستارز من النادي الاهلي تربويا ما مشيتوش عشان هو لعيب عنده لعيب امكانياته قلت او مستواه في الملعب قل او هو عنده اصابه شديده تعوقه وتمنعه ان هو يستمر مع النادي الاهلي لا انت مشيته
قرارات تربويه. ومع يعني هنيجي مثلا لاخر مثال، لاخر مثال يعني رمضان صبحي النادي الاهلي اداله قرار الاستغناء، يعني قال له انت عندك 24 ساعه يتوقع للنادي الاهلي يا اما انت مش موجود بره النادي الاهلي، و24 ساعه بالظبط وكان قرار النادي الاهلي ان رمضان صبحي بره النادي الاهلي. هو واحد من افضل اللعيبه الموجوده في مصر مما لا شك فيه، ما حدش يقدر يعني يقول لا، ولكن هل بعد رمضان صبحي ما مشي من النادي الاهلي النادي الاهلي افتقد بطولات؟ لا على الاطلاق، بالعكس النادي الاهلي خد 4 بطولات صح في غياب رمضان صبحي. اللعيب عبد الله السعيد قبليه الاهلي برضو خد 4 بطولات أو 5 بطولات بعد في غياب عبد الله السعيد المفترض ان هو البلاي ميكر رقم واحد في مصر كلها. كابتن بلال اعظم منهم، اعظم منهم انا لسه هقول كانوا موجودين انا لسه هكمل فضل. انت بتتكلم بقى اجيال، يعني انا بديك يعني للجمهور اللي احنا بنتكلم في الحاجات الحاضره في الوقت الحالي، يعني المواقف القريبه بتتكلم في اثنين مثلا من افضل الناس اللي جت في على المستوى الاخير، يعني عبد الله السعيد ارقامه كبيره جدا جدا، صنعوا النادي الاهلي عبد الله، يعني من صنع عبد الله السعيد هو النادي الاهلي، ده مما لا شك فيه، لعيب عنده قدرات وامكانيات يقدر يستخدمها، ولكن بعد رحيله من النادي الاهلي النادي الاهلي باغوا بطولات وعبد الله السعيد بلا بطولات، هو خاول بطولات، وكذلك رمضان صبحي. مش تقليل من امكانياتهم، ولكن انا بكلمك في عظمه وقيمه النادي الاهلي. صحيح. انت بتتكلم ممكن تستغنى عن احمد بلال، عن كابتن اسامه، عن كابتن يعني عن اي كابتن من الكباتن، ولكن انت النهارده عندك منظومه هي اللي بتخليك تاخد البطولات. الفرق الكبيره كلها في العالم كده، كلها في العالم كده بتشتغل، عندك نظام، عندك في سيستم بتشتغل عليه. الاهلي بيزيدوا على الحته دي، الحته التربويه، يعني احنا النهارده ما نسمع يعني الاهلي ما بيسمحش لاي حد ان هو يسهر بره في اي حته، تمام، برغم ان ده في اي حته في العالم مسموح، لكن انت كاخلاقيا وتربويا ما بتسمحش بالكلام. في عقوبات للعيبه على الكلام ده، حتى لو الكلام ده في الاجازات، تمام، فانت بتشتغل باسلوبك انت، بطبيعتك انت، بشخصيتك انت، بشخصيه النادي الاهلي. وهنتكلم وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم والامجاد بتاعتهم وما الى ذلك، لعيبه كتير جدا 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 مشيت ولعيبه اعتزلت صح في النادي من النادي الاهلي، وكان الجمهور يعني عنده شكوك في البطولات اللي بعد كده، ومع ذلك الاهلي خد البطوله. يعني هنتكلم ابو تريكه اعتزل، وكابتن يعني كابتن خطيب اعتزل، وابو تريكه والكباتن كلها اعتزلت، كل الاجيال كبيره جدا، ومع ذلك الاهلي ستيل بياخد بطولات. مصطفى عبده كل يعني اجيال يعني كبيره جدا. احنا في شهرين ثلاثه صح، مصطفى عبده ثابت البطل، كابتن محمود الخطيب ثابت البطل، شريف عبد المنعم كلنا فاكروا انا شريف 4 اشهر بلاش انت 4 اشهر يا كابتن، زي ما بيقول بلال ما كناش عارفين ايه مين اللي هيجي مكان مصطفى، مين هيجي كابتن كان خطيب، طلع حسام حسن وطلع بكراري على عارف يا كابتن الدنيا ماشيه يعني. علشان كده جمهور الاهلي بيربط نفسه بالنادي مش باللعيب. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا. صحيح. ان الجمهور بتاعك يعني دايما مربوط بيك. في بعض الانديه الثانيه الجمهور يعني بيرتبط باللعيب اكتر، لانه عارف ان اللعيب ده لو مشي هتحصل ازمه كبيره جدا بالنسبه للنادي، هيفتقد بطولات. انت لا، الاهلي لا، غير كده خالص. صحيح. الاهلي تضايق دايما اي موقف تلاقي الجمهور في صف النادي، حتى لو كان قرار النادي صعب شويه، او قرار ممكن يكون فيه خطا، او قرار ممكن يكون فيه مثلا شده شويه على اللعيب او صحيح. ولكن الجمهور دايما سبورت للنادي، لان عارف مزبوط. القيم بتاعه النادي وشخصيه النادي هي اللي بتجيب له بطوله، مش امكانيات وقدرات اللعيب. الامر عندنا احنا مختلف في النادي الاهلي، مختلف شويتين ثلاثه يعني. فانت النهارده جمهورك دايما سبورت للنادي الاهلي، مهما كان قدراته وامكانيات اللعيب بالنسبه لك هو ما يفرقش معاه، هو طالما انت منتمي للنادي الاهلي انت في حته ثانيه مختلفه خالص. صحيح. بعدت بانتمائك وبعدت باخلاقك وبعدت بتربيتك عن النادي الاهلي وقيمك عن النادي الاهلي، هو خلاص انت في حته ثانيه بالنسبه له، في حته بعيده جدا 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 جدا. صحيح. عشان كده جمهور الاهلي دايما بيعول على تيشيرت النادي الاهلي. صحيح. بيعول على اسم النادي الاهلي في البطولات، بيعول على روح النادي الاهلي. ما تلاقيش مثلا يعني في اي وقت من الوقت يقول لك احنا النهارده شخصيه النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، ما بيقولش شخصيه ابو تريكه او شخصيه كابتن اسامه او شخصيه فلان او لا، هو بيتكلم على شخصيه النادي الاهلي، الاهلي ككل. مزبوط. انت اللي بتحط شخصيه. لا، في لعيبه كتيره جدا بتجي لنا من بره بيكون عندها حته السبيريت قليله شويه، بس امكانيات، بيخش بيندمج معانا، لو ما اندمجش بيمشي على طول. مزبوط. ومع ذلك برضو بتاخد بتكسب البطولات، بتاخد كل حاجه. خلينا اكمل بقى بقيه كلام الكباتن. الاهلي يعني تعرض لمواقف صعبه كتيره جدا جدا السنين اللي فاتت، مش السنه دي، انا هتكلم على السنين اللي فاتت كلها. ماتشات متلاحقه كتيره جدا جدا، لان انت بتلعب في كل البطولات وبتصل للنهائي، انت بقالك 3 مواسم استثناء الموسم الماضي فقط لا غير هو اللي ما وصلتش للفاينل، وصلت لدور الثمانيه وخرجت، لكن السنوات اللي قبليها بتوصل للنهائي، ده معناه ان انت طول الموسم انت عندك ماتشات متلاحقه، عندك اجهاد، عندك اصابات، عندك حاجات كتيره جدا، ومع ذلك مفيش حد بيحرك ساكت، كل الناس الاهلي عنده ماتشات، طب كويس هيكسب. الناس هنا بتنتظر
البطل يقع، لانه هو البطل وده وضع طبيعي. اي حته في العالم كل الناس بتنتظر البطل، يا ترى هيحصل ايه؟ هيقع النادي الاهلي ولا هيكمل؟ الاهلي عنده 8 9 ماتشات، يعني انت في الشهر اللي فات، الشهر اللي قبل اللي فات، احنا النادي الاهلي لعب 9 ماتشات في شهر واحد، كل الناس منتظره النادي الاهلي يقع. حتى كمان الفرقه نفسها اللي بتلعبك عارفه ان انت جاي من اجهادات، عارف ان انت عندك مشاكل في الاصابات، عارف ان انت عندك غيابات، ومع ذلك انت بتقدر بشخصيتك، وده اللي انا عايزه، بتقدر بشخصيه النادي الاهلي وبروح التيشيرت بتقدر تكسب الفرقه دي. صحيح. وبتخرج من المأزق اللي انت بتتحط فيه. اللي بيحطك في المأزق ده على فكره مش عايز اقول اتحاد الكوره ولا عايز جدل الدوري العام، هو مكانتك انت شخصيا، مكانه النادي الاهلي، مكانتك، لان انت بتلعب زمالك كابتن عادل من شويه، انت لعبت في جنوب افريقيا ورجعت على قطر، وقبليها كنت في السودان، وبعدين رجعت على اسكندريه وطلعت على اسوان ورجعت من اسوان على، يعني هم عارف يعني المفروض يبقى اسمه اهلي انترناشونال يعني مش صحيح فاهم. فدي كلها اجهادات، اي مدير فني بيشتغل بيبقى حاطط في حساباته ان في حد هيقع منه، زمان الكابتن اسامه من شويه، ده فلان ممكن يقع مني، ده فلان لعب 5 6 ماتشات فانا مضطر غصب عني اني اريحه برده عشان ما يجيلوش اصابات. كل دي حاجات بتبقى صعبه جدا على المدير الفني. صحيح. ومع ذلك لم يحرك ساكنا اي احد. صحيح. في مصر كل ما حدش جه يتكلم قال يا جماعه الاهلي ازاي مظلوم، الفرقه بتلعب كل اسبوع ماتش وانت بتلعب كل ثلاث، يعني بتلعب سبت ثلاث تلعب جمعه ترجع تلعب تاني تقريبا 2. ايوه. ومحدش اتكلم وقال يا جماعه النادي الاهلي مظلوم او في اجهادات او 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 اللعيبه دي حتى ممكن تبقى بتلعب في منتخب مصر فيحصل مشكله فما يروحوش المنتخب سواء كان اولمبي او منتخب اول، محدش بيتكلم في القصه دي. لما تيجي المقارنات وتيجي بعض الفرق تمر بنفس الازمه، كل هنا بقى بيقف يتكلم ليه؟ عشان احنا صوتنا مش عالي يعني، او ما بنحبش الصوت العالي. احنا بنتكلم بالتزام، بنتكلم باحترام، بنتكلم ان احنا بنلتزم بجدول الدوري، بنلتزم بالمواعيد، لكن في غيرنا هو صوته عالي عشان هو مش قادر يوصل للقمه. انت دايما ايه، لو ما قدرتش تقنع اللي قدامك بتحاول تعلي صوتك، وده السيد في الوقت الحالي. صحيح. طالما انت مش مقنع اعلي صوتي، يمكن الناس ايه تقتنع بالصوت العالي بتاعي. صحيح. احنا ما بنعليش صوتنا، احنا بنشتغل بالتزام، بنشتغل باحترام، عندنا منهج بنشتغل عليه كالنادي الاهلي، مش هنعلي صوتنا برضو حتى، مش هننجرف للبعض. بس النادي الاهلي اكتر نادي في مصر يتعرض للظلم، اكتر نادي في مصر بيتعرض لعيبته للاجهادات والاصابات بسبب كثرة الماتشات اللي بتشتغل. احنا موسمين متناحين ورا بعض، ما فيش اي راحه خالص. مظبوط. يعني 30 لعيب عندك منهم 12 13 لعيب ممكن يبقى في الموسم مصاب. صح. وبتلعب بتلعب مثلا ب 20 لعيب مثلا، او بتلعب ب 18 لعيب. صحيح. انا افتكر السنه قبل اللي فاتت كان عندك 17 لعيب، تمام، وبتكمل لعيبه من تحت. لا، الامر صعب. صحيح. ومع ذلك احنا ما بنتكلمش، لكن وقت الكلام هنتكلم، يعني ما عندناش ازمه. زي ما قالوا كباتننا كبار، فعلا النادي الاهلي غير منظومه، غير المنظومه. احنا فخورين جدا باننا بننتمي لبلد عظيم زي مصر، وفخورين ايضا بانتمائنا للنادي الاهلي العظيم. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حديثنا الشيق مع كباتننا الكبار، ارجوكم انتظرونا. فاضي، مليان، بتحرق، عطلان، على البحر، على البر، عيان، بعد الشر، في فرح، في عزا، تشربها مركزة، فوق السرير، تحت السرير، بديكين مانيكير، بالليل، بالنهار، بتدور على فار، بتسمكر، بزنجر، عزمها، بتبزر، بتدندن، بتلون، الباي لسه بيتحول، في المطبخ، منور، قطع، الله ينور. بنك سعيد في أي وقت، في أي مكان، وتحت أي ظرف، مش هيسيبك. نزل الابليكيشن دلوقتي من على أب ستور أو جوجل بلاي أو أب جاليري. سعيد موبايل بانكينج معك في كل مكان. موهبة، موهبة، no more promises. مجهود، موهبة. الموهبة والمجهود من غير سيستم عمرهم ما يوصلوك للنجاح. زاد سبورتس كلوب في التجمع والشيخ زايد، اشترك الآن. نفس الاسم بشكل جديد، اجتماعي، رياضي، حواري، انتظرونا في البيت الكبير قريبا. انتظرونا في لقاء خاص مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والكابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، يتحدثان عن آخر التطورات بالفريق ويجيبان عن الأسئلة التي تشغل بال الجماهير، مع الكابتن
إسلام الشاطر. لقاء خاص الليلة الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. أعرفه من 35 سنة. من الآخر كده إبراهيم ده أرشيف متحرك. عدل القياس صندوق الأسود بتاع النادي الأهلي. صفقات صفقات صفقات. حاجة غريبة جدا. أنا عندي منا ومحمد. وأنا عندي منا ومحمد. يبان في مناكفة، في شقاوة في الشغل بينه وبينه. أقعد أقول له لأ، هو يقول لي آه. وبعدين بقى على الهوا. هو مدرس العربي بتاعي مناكف 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 المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه. شوف الشاسيه بقى ده في 74 مناكفه عدل طلعت مجله الاهلي. وبعدين اهم ميزه بقى ما استلفش عمره مني فلوس. يعني عدل القيعي فصل مع الجن. عشنا احداث كتير جدا مع بعض. رحت انا والمهندس عدل القيعي كل مره في كاس العالم للانديه. لما جت على روسيا بقى وكاس العالم خلع مني وراح لوحده. ملك وكتابه مع عدل القيعي وإبراهيم المنيسي. الليلة الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين. وجالنا تشكيل النادي الاهلي لمباراه مصر تامين النهارده. هيبقى علي لطفي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين رامي ربيعه، ناحيه الشمال احمد نبيل كوكا، والاثنين المساكين هيبقوا او الاثنين اللي في قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وسعد سمير. بيلعب اثنين قدامهم راجعين من الاصابه، يمكن حمدي فتحي رجع من الاصابه فتره لعب حاجه بسيطه، ولكن جنبه هيبقى محمود متولي اللي هيلعب النهارده اول مباراه ليه بعد غياب كبير جدا 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 بسبب اصابه الرباط الصليبي. يبقى حمدي فتحي ومحمود متولي هيلعبوا خط وسط مدافع او ديفندر، وثلاثه ثلاثي خط الوسط الامامي وخط الهجوم. محمود كهربا ناحيه اليمين، وليد مصطفى وده ناشئ في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ناحيه الشمال. قدامهم او في القلب وليد سليمان، وقدامهم مروان محسن. نقولها مرة تانية، علي لطفي لحراسة المرمى، ناحية اليمين رامي ربيعة، ناحية الشمال أحمد نبيل كوكا، والاثنين اللي في القلب ياسر إبراهيم وسعد سمير. بيلعب قدامهم خط وسط مدافع حمدي فتحي ومحمود متولي. بيلعب ثلاثي الوسط الأمامي والهجوم، محمود كهربا ناحية اليمين، وليد مصطفى ناحية الشمال. في القلب وليد سليمان يعني بيقوم بدور صانع الألعاب زي قفشة كده، وقدام مروان محسن. كابتن عادل، قبل ما نتكلم في الماتش النهاردة وتشكيل النادي الأهلي، كنت عايز أتكلم على الفترة اللي فاتت والهجوم الغير مبرر اللي البعض كان بيستهدف بيه مستر موسيماني. الراجل يمكن انا سمعت له تصريح كان بيتكلم كويس قوي. اولا كان هادي جدا، ما انفعلش خالص. قال انا ردي في الملعب، انا مركز مع فرقتي برد بنتائج. وبعد كده قال لك انا برد ببطولات تتحفز ليا كمدير فني مع النادي الاهلي العظيم. شوف الراجل ده انا اتكلمت عليه الفترات اللي فاتت، يعني اقتناع غير طبيعي كراجل بيشتغل في المهنه ديت، ان الراجل ده اولا ما بدربش في النادي الاهلي لسه. يعني الراجل ده لم ياخد فرصه علشان يدرب، يبقى عنده اسبوع. ايوه لو انا عندي عيب يصلحه لي. مظبوط. او عايز يعمل جمله معينه ما عندوش الوقت. مفيش وقت. ما عندوش الوقت. مظبوط. الحاجه الثانيه الفتره اللي هو جه فيها مع الضغوط مع القمم الثلاثه او الاربعه اللي هو شغال عليها،
نشوف المقابله يا كابتن. صح. هتلاقي ريال مدريد اكبر نادي في العالم واعظم نادي في العالم واكتر نادي فيه نواحي ماديه وفنيه ولا بطوله السنه دي. برشلونه ما خدش غير الكاس وبالعافيه واتغلب من جميع فرق نادي الدوري الاسباني. المان سيتي صرف قد ايه؟ مليارات. الماتش النهائي لسه خسره تشيلسي. جوارديولا اللي هو اعظم عبقري في الكوره في العالم صحيح. بيخسر نتيجه اخطاء في التشكيل واخطاء في اداره المباراه. مزبوط. وراجل جاي يا كابتن بيدرب تشيلسي في نص الموسم بيلعب معاه ثلاث مرات في 40 يوم بيكسبه في ثلاث مرات. توخيل جه صح. هنا في اداره بتاعه تشيلسي دي إدارة. يعني تكمله الكلام الكابتن بلال في الفتره السنتين اللي كان فيها الضغوط دي كان الاهلي بيعمل فرقه. مظبوط. كان الاهلي لسه بيعمل بيكون عناصر كانت ناقصه في الفرقه كان بيبتدي يجيبها. جاب حسين الشحات وجاب مزبوط. وجاب حمدي وجاب هنا وجاب هنا وشريف كان اعاره ورجع. مظبوط. ومحمود متولي كل الولاد دول اللي جايين دول جايين بناء على ايه؟ انت بتعمل فرقه ولسه كمان علشان زي برضو ما قال كابتن شريف وكابتن بلال وكابتن اسامه ان انت ما عندكش النجم الاوحد. صح. انت عندك تيم بيلعب كوره جماعيه. مظبوط. الكره الجماعيه دي بيبقى فيه انا بكملك وانت صح. بتكملني. صح. انا النهارده مش كويس بس مزبوط. انت بتحبني شايلني فانت هتشيلني. مزبوط. لما انا اترقص انت هتغطيني. مزبوط. انا لما اضيع الجول هتلاقيك انت رايح علشان تغطي العيب بتاعي. صحيح. هو ده النادي الاهلي. دي ميزه. الحاجه الثانيه انت النجوم اللي انت اتكلمت عنهم يطلع مثلا في احد المحللين يطلع يقول لك الراجل الناس فيها مجهده وما بيغيرش ليه ومش عارف ايه. الراجل في الماتش ده بالذات ملعب ثلاثه جداد. ايوه. ما كانوش بيلعبوا. ايوه. الشوط الثاني ملعب اربعه. يعني لعب كام يا كابتن؟ سبعه. هل في مدير فني ممكن يغير سبعه مره واحده؟ لا. طب لو هو غير السبعه مره واحده كان ايه اللي حصل؟ صحيح الفرقه هتقع. هو الغرض مش موسيماني، هو الغرض ان النادي الاهلي ينال من النادي الاهلي. مظبوط. فالراجل زي ما حضرتك تفضلت، عمرك شفت مدير فني بيبقى واقف على الخط لا ينفعل؟ صحيح. انفعاله كله انه كله بيوجه للولاد اللي موجودين وراه بحيث ان هو يقول لهم انا الخطا ده صحيح. خد بالك منه. نزل شفت نزل. الميزه دي صحيح. الميزه دي انا عايزها انت تعملها لي. الفتره ال 18 يوم او 19 يوم دول انت طبعا حضرتك قلت التشكيل. والله اقسم لك بالله انا جاي وبتمنى على الراجل انه المكان الباك اليمين انا قلت اكتر من مره رامي جوكر. قلت لي حضرتك بس انا مستغرب من الفكره ده راجل جوكر ده بيلعب احسن مكانين يلعب فيهم هاف ديفندر وباك رايت. ليه؟ لان رامي ساعات بيبقى فيه خطا بسيط في الحته دي في القلب تبقى مؤثره. انما هو كباك رايت شوت كويس قوي بيعمل اوفر كويس قوي. الكرات العاليه. طب السرعات السرعات لا لا عنده سريع. لا 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 رامي سريع. انت بتشوفه لما بيبقى فيه انفرادات والحاجات دي وتغطيه من اليمين للشمال والحاجات دي. أي. النهارده محمود متولي انه انت بتدخله النهارده صحيح ده عبقريه. النهارده لما وليد سليمان انت بتديله من اول دقيقه علشان ممكن جدا في ماتش الترجي على الاقل هتلعبه نص ساعه. صحيح. وانت عارف يعني ايه وليد سليمان بره الملعب جوه الملعب وفي اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه. وليد سليمان ده وخاصة في تونس عنده خبرات في تونس صحيح. جاب لنا بطولات كتير قوي. ده انا عجبني في مقوله قالها يا كابتن من يومين كده انا قريتها. قال لك ان احنا قبل ما نكون لعيبه في الكيان احنا مشجعين للكيان. يا كابتن دخل مستشفى الراجل عي دخل مستشفى علشان عشان يوقع للنادي الاهلي. فانت الحب ده النادي الاهلي ما بيجيبش واحد علشان لسه عايز يحب النادي الاهلي. ده هو جاي اصلا مضحي ماديا ومضحي في جميع النواحي علشان مجرد انه يلبس التيشيرت الاحمر. اللي صحيح. بيطلع والتيشيرت الاحمر ده سهل بالنسبه له ما بتلاقوش بيعمر في النادي الاهلي. الانتقادات موسيماني وانا بشوف الكابتن محمود بيحاول ان هو يجدد مع الراجل ده اطول مزبوط. فتره ممكنه معناها ايه؟ اقتناع طبعا. من راجل اسطوره في كره القدم عارف يعني ايه الراجل ده دماغه بتشتغل ازاي صح. وتغييراته ايه؟ التشكيل بتاع النهارده ده بيحيل ان هذا الرجل فعلا فعلا بيحضر كويس قوي لماتش الترجي. صحيح. إيه كابتن شريف يمكن الكابتن عادل اتكلم على حاجه كويسه قوي على حته فكر واداره مستر موسيماني للمباريات. إيه لما نيجي نتكلم زي ما الكابتن عادل قال
ان الكابتن محمود الخطيب بيفكر دلوقتي من دلوقتي مع ان مستر موسيماني في العقد بتاعه ناقصته سنه كمان كويس، ولكن هو بيفكر من دلوقتي انه يجدد له اعتقد موسم او موسمين كمان. ده نابع من ايه؟ ده نابع من اقتناعه وبالنتائج اللي عملها مستر موسيماني اكيد. مظبوط يا كابتن ايمن. شكل البطولات اللي احنا خدناها وزي ما قال كابتن عادل الراجل ما عرفش يمرن اسبوعين. مظبوط. هو جاي على وضع قائم والوضع ده باصاباته بلاعيبته بالشكل اللي هو فيه لازم يندمج فيه بسرعه جدا. اعتمد على المباريات النادي الاهلي لعبها قدام سان داونز وقد ايه كفاءه النادي الاهلي في اداره المباريات وقد ايه هو عنده يقين ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه جدا، لعيبه بتادي بروح بالتزام كل ما يتمناه اي مدير فني انه يلاقيه في فرقه، فالفرقه دي موجوده بلس بقى الاداره اللي هي بتدعم وبتبقى مواكبه لكل النتائج ومواكبه لكل الاحداث ومواكبه لكل التدعيمات لاي مدير فني. عشان كده اي مدير فني صحيح. بيجي النادي الاهلي بيبقى محظوظ. مزبوط. محظوظ بادارته، محظوظ بلاعيبته بالتزامه باخلاقه. لما بلال قال واسامه والكابتن وكلكم قلتوا احنا ده الاساس عندنا. صحيح. اخلاقنا الحقيقه بتجبر اي حد انه يقعد. الراجل ده لما جه ايمن بقى بيقعد في الاوضه جوه. مزبوط. يشتغل يفضل يتكلم مع ده استاذنا كابتن بعد اذن حضرتك معلش نروح لملعب المباراه وزميلنا كريم احمد ونعرف منه اخر تطورات المباراه قبل بدايتها مباشره. مساء الخير يا كريم. توحشنا الملعب. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكابتننا طبعا في الاستوديو التحليلي. مباراه تحضيريه ويمكن خلاص الاستعدادات القويه بدات الحقيقه، يمكن لي مباراه الترجي التونسي اللي اكيد بنتمنى ان شاء الله نفس الحاله اللي شفناها في مباراه سان داونز السوبر الافريقي والاصرار الكبير وجديه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تستمر الاصرار تستمر الجديه واستطيع النادي الاهلي خطوه بخطوه ان شاء الله الحصول على لقب البطوله الافريقيه. تحضير جيد جدا ويمكن قرار رائع ومميز من بيتسو موسيماني ان يكون في مباراه وديه النهارده. يمكن احنا عارفين يا كابتن ايمن طبعا وكابتننا عارفه ان المباريات الوديه طبعا انت بتقابل فريق اقل منك بيبقى عنده حماس بيبقى عنده جديه، لكن يمكن الجهاز عايز يقف على حاله بعض اللاعبين واكثر من لاعب. يعني النهارده يمكن لو شفنا التشكيله يا كابتن ايمن يمكن زي ما حضرتك عرضته طبعا يعني النهارده بنشوف رامي ربيعه بيشوف بيتسو موسيماني وجباته في الباك رايت هيكون عامل ازاي لان احنا ممكن نفقد محمد هاني بشكل كبير جدا. ايضا كمان متولي الحقيقه اللي بنتمنى له النهارده كل التوفيق في المباراه بياخد برده كمان دور بالنسبه للديفندر كوكا يمكن تواجد بشكل جيد الفتره اللي فاتت، لكن يمكن العنصر الجديد اللي بيحاول اكيد يعني كل الجهاز الفني هو يبص عليه وليد مصطفى الحقيقه يمكن لاعب مميز جدا من قطاع الناشئين لفريق النادي الاهلي. يعني احنا عندنا طبعا معطيات وعندنا بعض اللعيبه وعندنا غيابات، فيمكن النهارده التوليفه دي بيحاول الجهاز الفني ان هو يقف على كل حاله اللاعبين التكتيك هيكون ازاي غياب قفشه طبعا اللي بتمنى ان شاء الله باذن الله يعني مع التحدي الكبير اللي فيه ومع الشغل اللي بيبذل من الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله يتم تجهيزه حتى لو مع الحيشه كابتن ايمن يحضر المباراه الاولى هيكون ليه دور كبير جدا ان شاء الله في مباراه العوده. فالنهارده يعني هتبقى مباراه جيده وجرعه تدريبيه جيده يا رب بس كل اللعيبه تكون تستفيد بيها بشكل كبير جدا ونحافظ على نفسنا. التدخلات واضح ان يمكن الجهاز الفني قبل ما ينزل على طول لعيبه النادي الاهلي في التسخين زي ما انت شايف يا كابتن ايمن حذر اللعيبه بشكل كبير من التدخلات والالتحامات، يعني نلعب كوره نلعب بهدوء عايزين الكوره هي اللي تمشي مش عايزين في اي تدخلات لان الفتره اللي جايه محتاجه جهد لكل لاعب. الاصابات الفتره اللي فاتت قلت لكن يمكن رجع قفشه رجع محمد هاني تاني، لكن عندنا امل كبير ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا متواجدين معانا او على الاقل قفشه تحديدا يكون متواجد معانا في مباراه العوده. الامور طيبه جدا وجيده جدا في استاد مختار التتش اللي هيستقبل مباراه اليوم الاهلي ومصر التامين. مصر التامين يمكن لحظات ويمكن يكونوا متواجدين معانا بتشكيل ايضا كمان عندهم طبعا بعض العناصر مش معروفه كابتن ايمن لكن لعيبه مميزين يعني يمكن قدرنا ان احنا نستفسر عندهم كوره ولعيبه مميزه عندها يمكن مجهود شويه عندها فكر كبير. فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه قويه يستفيد منها الجهاز الفني يستفيد منها اللاعبين، لكن الاهم من كل ده ان شاء الله باذن الله ان ما يبقاش في اصابات. ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ونقدر النهارده والجهاز الفني يقدر ان هو يقيم بشكل عام لاعبي النادي الاهلي. اجاي ممكن ياخد فرصه النهارده بشكل كبير منتظرين الحقيقه كابتن ايمن كريم نيدفيد. يعني كريم نيدفيد الفتره اللي فاتت يمكن كان بيأدي اداء مميز جدا في التدريبات جاهزيته الحمد لله كان واضح فيها التدريبات ان هو خلاص داخل في مرحله الفورمه المباريات. فالنهارده ان شاء الله باذن الله بنتمنى كريم نيدفيد يكون متواجد اجاي يكون متواجد، لكن في عدد من اللاعبين يعني يمكن ميسو موسيماني جنبهم شويه يعني السولية علي معلول محمد شريف كل اللعيبه طبعا اللي يمكن كان مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت ليها وتلاحم مباريات عديد فيمكن في راحه ليهم النهارده. فان شاء الله باذن الله نشوف اللعيبه اللي متواجده وباذن الله ان شاء الله تكون المباراه جرعه تدريبيه بعيدا عن النتيجه. النتيجه ده اخر حاجه كابتن ايمن. النادي الاهلي النهارده هيلعب بفريقين يعني ممكن يلعب بفريق الشوط الاول وفريق ثاني الشوط الثاني.
من الواضح ان ممكن يبقى في تغيير لكن مش الفرقه كامله يا كابتن ايمن، يعني يمكن في عناصر بره كمان متواجده، ممكن يبقى في 4 أو 5 لاعبين يتم تغييرهم مره واحده او دفعه واحده سواء بين الشوطين او بعد الشوط الاول او بعد جزء كبير من الشوط الاول، لكن مش هيتم الدفع بكل اللعيبه يا كابتن ايمن. ده اللي واضح يعني من الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني ان مش هيخاطر بكل اللعيبه، لان احنا عندنا لعيبه عايزين نحافظ عليها بشكل كبير، فيمكن اكيد هيبقى ليه دور كبير النهارده لكل اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك. لكن منتظرين ان شاء الله بس يعني مع معطيات المباراه ومع حاله المباراه وخط سير المباراه نشوف بس الامور ماشيه ازاي، واكيد الرؤيه خاصه للجهاز الفني، لكن عندنا امل ان كل اللعيبه تشارك، عايزين نطمن على كل اللعيبه. لكن الاهم اللي بناكد عليه يا كابتن ايمن بس ان اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا، لان المباراه الوديه معروف التدخلات ومعروف الالتحامات اللي بتكون قويه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستفيد بشكل جيد جدا من مباراه اليوم. هل كان في تدريبات النهارده لبعض اللاعبين قبل المباراه؟ يمكن شفنا النهارده الحقيقه كابتن ايمن بعض اللعيبه طبعا قبل انطلاق التسخين، يعني شفنا طبعا عمرو السولية بيأدي تدريبات، محمد شريف بيأدي بعض التدريبات، يعني عناصر يمكن ما شفناش الكل، علي معلول كان في الجيم، مروان محسن النهارده يكون متواجد في التشكيل، عدد من اللعيبه بس قليل اللي يمكن النهارده شاركوا في تدريب بسيط مع كابيلو مخطط الاحمال، لكن اغلب اللاعبين في الجيم يمكن بيتدربوا تدريبات خفيفه. البرنامج هيكون هادي شويه بقى الايام اللي جايه، لان بعد المباراه دي في 5 أيام راحه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، يعني بيحاول الجهاز الفني ان هو يساعد اللعيبه بشكل كبير التقطوا كده شويه للاستعداد للفتره القادمه، لان المرحله كانت صعبه انت عارف يا كابتن ايمن الفتره اللي فاتت، فان شاء الله باذن الله يعني اللعيبه النهارده تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. بعد الخمس مباريات الراحه دي يا كريم، سمعنا ان في مباراه ثانيه قبل مباراه الترجي ان شاء الله، مباراه وديه ثانيه، هل الكلام ده هيكون الاسبوع اللي جاي ولا الاسبوع اللي هو بيسبق مباراه الترجي؟ يعني اقدر اقول لك يا كابتن ايمن حتى اللحظه دي هي مباراه واحده اللي محدده، يمكن استفسرنا من الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني هل يكون في عدد من المباريات قبل المباراه دي تحديدا، يعني الكابتن سيد كان صرح ان هي ممكن تكون مباراه وحيده للاطمئنان على حاله اللعيبه الخمس الايام الجايين، يمكن مش هيبقوا راحه بس يا كابتن ايمن، لا اللعيبه برده عندها واجبات وعندها بعض التدريبات وعندها برنامج خاص ينفذ في البيت طبعا لكل لاعب، يعني ممكن تكون ساعه في اليوم كله تدريبات، لان ما ينفعش طبعا البعد الكامل عن التدريبات النهارده، اكيد يعني هي فورمه المباريات، يعني مش عايزين نبعد عن فورمه المباريات، النادي الاهلي الحقيقه ماشي في اداء رائع جدا في فورمه المباراه، فالنهارده يعني اكيد بيحاول ان هو بشكل عام اللعيبه تكون في الفورمه، لعيبه كمان تجيب فورمه المباراه اللي كانت مستبعده بشكل كبير الفتره اللي فاتت، لكن هيتم حسم الامر ده بنسبه كبيره جدا يا كابتن ايمن يعني في خلال ال 48 ساعه اللي جايه. احنا عارفين طبعا ان اكيد اختيار الفرقه انت بتحاول ان انت تختار فرقه في عدد من الفرق بتكون عندها طبعا انشغالات ومباريات، فبنحاول نجيب الفرقه والنادي الاهلي بيحاول يجيب الفرقه اللي ما بقاش فيها ضغوطات بشكل كبير وما بقاش فيه التحامات، وده امر مهم جدا، واكيد كباتن الكبار وانت كابتن ايمن كده هتكلموا في هذا الامر، فريق اللاعب النادي الاهلي يساعد النادي الاهلي مش يبقى ليه ضرر على النادي الاهلي، ده اللي بنأمله ان شاء الله النهارده ان مصر التامين يساعد النادي الاهلي النهارده على عوده فورمته من جديد ويمكن استمراره في الفورمه بعيدا عن النتيجه، امر مهم جدا النهارده ان احنا نطمن على كل اللعيبه ونطمن على الاداء والشكل اللي بنأمله ان شاء الله يستمر مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد. اتفضل يا كابتن شريف كمل كلام. فكنا بنتكلم على شكل المدرب العام لما بيبقى موجود للنادي الاهلي عنده فرص كبيره جدا، ولكن ضغوطه اللي بتحصل على النادي اللي صاحب البطولات، التخطيط لكل المراحل اللي جايه، بتلعب على كذا بطوله، بتلعب في كذا اتجاه، بتلعب في كل حاجه، فالراجل محروم من كل ده، ان احنا عشان نقيمه وننظر كل شويه يقول لك ايه، طب النهارده هيعمل ايه؟ يرد عليك ببطوله. النهارده مش عارف ايه، يرد عليك في نتائج. رغم الظروف اللي انت فيها دي كلها صح، نفس اللي بيتمر فيه، النهارده هو عنده اول مره في حياته لغايه يوم 19. يقدر يبني جملة، يقدر يحفظ، يقدر يدخل ناس راجعة من الإصابات معاه في الشكل، يقدر يدي ثقة، واحد زي كهربا النهاردة أنا مثلا يعني بتمنى إنه يخش بقى بسرعة زي ما وعد الكابتن خطيب وقعد معاه، قال أنا هتشوف كهربا حاجة تانية، كابتن وليد زي ما اتكلمتوا وكابتن مروان محسن لازم يكون رجليهم بقى أخدوا الثقة، أما مروان النهاردة يتوفق في جون أو اتنين بشوط أو بأسلوب، مش مثلا إن هو بس بيكمل وبتاع، لا لازم يعمل بلان لنفسه، هو ده اللي كلنا عارفين يعني إن ده فرصة لمتولي وحمدي فتحي طبعا بالعودة من الإصابات، فرصة لوليد مصطفى انه يشيل الرهبة من عنده اللي هي بتاعت الناشئين والدرجة الأولى، يعني كل دي امتيازات كل دي إيجابيات بتبقى موجودة بالنسبة للمدير الفني، لأن هو اللي بيتحاسب في الآخر. صحيح. أديك شفت هنجدد له كمان سنة ولا لأ؟ أيوه. هيمشي بعد 6 أشهر ولا لأ؟ اللي ده مين اللي بيعاني من كل ده؟ الأندية التانية. مظبوط. يعني الفريق المنافس بتاعك
الراجل بتاعه جاي له 3 4 عقود وكمان شهرين مستني وعايز يمشي. دي من الحاجات اللي هي في الكواليس وموجوده، لان الاداره لسه احنا بنتمنى لهم انهم يقفوا على رجليهم اداريا وكل حاجه، انما انت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين موفر لكل الناس اللي بتشتغل عندك وكل العناصر، ما من اللعيبه الا انها تركز في المرحله اللي احنا فيها دي، انها اصبحت اكثر طلبيا. يعني الراجل لما دخل بعد الماتش ما رجع اول تمرين رجع قال لهم ايه ننسى بقى فات اللعيبه كلها دي اكيد لسه جايبين بطوله، قال لهم لا ما هو انتوا اللي وصلتونا مظبوط بهذا الشكل صحيح. فخلينا كده بنبقى في مركب واحده كلنا باذن الله زي ما احنا ماشيين وزي احنا بنتمنى، واللعيبه تجيب نفسها بنفسها من غير اصابات طبعا زي ما مظبوط. كابتن اسامه عايز اتكلم في حاجه قبل ماتش النهارده، احنا معانا التشكيل هنتكلم في التشكيل، ولكن ناس تقول لك ايه طيب انتوا بتعانوا من ضغط المباريات وبتقولوا عايزين راحه وخدتوا يومين راحه بعد ما رجعتوا من قطر ماتش السوبر، والمفروض تستغلوا الفتره ديت في الراحه وعوده المصابين والتدريبات والاستشفاء والحاجات دي، تيجي تعمل ماتش النهارده وجهه نظر سعادتك بقى ايه؟ لا خلي بالك فني. المدربين مختلفين في تفكيرهم وفي يعني المدارس التدريبيه، ممكن جدا كمدير فني تاني يبدا باجازه لبعض الناس كويس، وده اللي حصل النهارده اعتقد لبعض اللعيبه. لا ممكن يكون الفرقه كلها ممكن واحد يدي اجزاء لبعض اللعيبه اللي هي مجهده يديهم راحه او يمرنهم خفيف زي عمرو السوليه زي الشحات زي المجموعه اللي هي بتلعب بشكل متتالي. في مدير فني ممكن يستغل اسبوعين، ما انا بقول لك انه يدي راحه مثلا 3 4 ايام للفرقه كلها حتى للناس اللي مش جاهزه 100%. مستر موسيماني اختار الوضع اللي هو بيلعب على جزئين، جزئيه انه مدي راحه وتدريب خفيف للعيبه اللي لعبت عدد ماتشات كبير قوي، والجزء الثاني احنا لما بنشوف التشكيل النهارده معظم اللعيبه دي ما بتلعبش بشكل اساسي في المباريات، ما تضغطوش بدنيا باستثناء يمكن ياسر ابراهيم، يعني علي لطفي ما لعب مباراه واحده في السنه كلها، احمد كوكا لسه ناشئ، سعد سمير رجع من اصابه طويله، رامي ربيعة لعب بعض المباريات بس ما تقدرش تقول برضو رجع من اصابه طويله، ما تقدرش تقول لعب عدد من الماتشات اللي تضغطه بدنيا زي السولية زي أفشة زي أيمن أشرف زي الشناوي، دول لعبوا عدد ماتشات كبير قوي. حمدي فتحي راجع من إصابة فعايز يشوفه ويطمن عليه، محمود متولي راجع من إصابة أول مباراة ليه، فمش دول كلهم مش مجاهدين، وليد مصطفى طبعا ناشئ، وليد سليمان بيلعب فترات قليلة جدا الفترة الأخيرة، يعني يمكن حتى في فترات كان بيلعب فيها كبديل على طول بداية مظبوط، دلوقتي حتى الفترة الأخيرة بعد حتى عن دي يعني حتى عن انه ينزل بديل بقى ينزل أوقات قليلة قوي، فبرضه ما يعتبرش من اللعيبة المجاهدة. نفس الشيء كهربا، عدد مشاركاته الدقايق اللي لعبها السنة دي مع النادي الأهلي تعتبر عدد دقايق قليل جدا، يعني اللعيبه دي محتاجه. مروان محسن نفس الشيء الفتره الاخيره كلها صح. مش بادئ اساسي، فكل اللعيبه دي ما تعتبرش من اللعيبه المجهده في النادي الاهلي، فطبيعي عادي جدا انه ممكن يلعب مباراه وديه زي النهارده او يرفع يقت بعض الناس فيهم اللي هم راجعين من اصابات طويله زي حمدي فتحي زي متولي زي المجموعه اللي خدت فتره اصابات طويله. فهي بقول لك مختلفه من مدير فني لمدير فني صحيح. فهو فضل انه يجهز اللعيبه ديت لانه ممكن جدا يحتاج اي حد في مباراه الترجي. الحاجه الثانيه اللعيبه اللي لعبت كتير اداهم تدريبات بسيطه، ممكن واحد تاني يفضل ان يديهم راحه خالص. فهي مختلفه من مدير فني لمدير فني، لكن معظم اللعيبه النهارده بتلعب منطقي انه محتاجه ماتشات. قبل ما نروح للكابتن احمد بلال هنقول فريق مصر التامين التشكيل بتاعه هيبقى لحراسه المرمى علاء احمد ابراهيم، خط الظهر محمد رجب وسيد مدبولي على الطرفين يمين وشمال، اثنين اللي في القلب محمد حسام الدين وهشام يحيى،
ثلاثة في نص الملعب: محمد أحمد السادات، عادل إمام عامر، محمود محمد حامد، وقدامهم ثلاثة: عماد محمد، محمد زكي، وعمر سيد. الجهاز الفني: كابتن عمرو عبده مدير فني، كابتن محمد لبيني أخصائي علاج طبيعي، كابتن محمود حماد مدرب حراس مرمى، كابتن فتحي حسن مشرف عام على الكرة، كابتن غريب حسن مدير كرة، كابتن سيد زكريا تأهيل، كابتن كرم عبد التواب مدير إداري، كابتن راشد عبد القادر عضو لجنة رياضية، ودكتور سامي عامر طبيب الفريق. الفريق مصر التأمين كان بيحتل المركز الخامس في الدرجة الثالثة. كابتن بلال، كابتن أسامة اتكلم عن أهمية مباراة اليوم. بص، أنا الماتشات دي دايما بتقلقني شوية، لأن أنا بخاف من حماس الفرقة التانية، بخاف إن عارف أنت لما بتلعب في فريق صغير وجاي تلعب النادي الأهلي بلعب بكل حماسه، وأحيانا بيبقى فيه جزء من الخشونة بتبقى غصب عني، بس أنا عايز أثبت نفسي وأثبت جدارة، فبقلق شوية من الماتشات اللي زي. بص، الماتشات دي رخمة بطبيعتها. بالظبط. خد بالك، رخمة على الفرقتين. يعني فريق بيلعب قدام النادي الأهلي مش عايز يخسر كتير، كل اللعيب فيهم بيشوف إن ده فرصة، مش فرصة للعرض، ده حلم يعني كبير انك تلعب قدام النادي الاهلي. ما احنا كنا يعني انا عندي 13 سنة كنت بلعب في الشرقية، وبعدين كنت 14، تمام. فكان بالنسبة لي يعني طبعا وضع طبيعي. اللي جابك ايه؟ اللي جابك برضو اللي جابك انت بطلت انا اعرف منك بطلت مين لما جيت انا في الشرقية انت في اسكندرية هناك بطلت مين لما جيت انا بطلت شريف انت بطلت كبير فماتشات كمان الغلاسة بتاعتها ان كمان التقييم نفسه مختلف شوي. يعني انا النهاردة كلعيب بلعب ماتش ممكن يكون ماتش قليل شويتين ثلاثة، فبطبيعة الحال يعني التركيز بيبقى قليل جدا، يعني تمام التركيز قليل شوية، انت بتعمل كل اللي انت عايز تعمله، وانت مريح. في وقت من الاوقات ممكن فرقه بتيجي التتش تلعب يعني عارف انت الباركينج، يعني بيدافعوا دفاع المنطقه، فما بتعرفش تعمل، ما بتعرفش تشتغل، ما بتعرفش تعمل اللي انت عايزه، مش قادر تنفذ اساسا، لان خلاص طبيعه اللعب بتبقى كده. فهي وكمان رجوع لعيبه كتيره جدا من الاصابه وقلقهم على نفسهم برضو بتبقى دي حاجه، يعني حاجة برضو مهمة بالنسبة لبعض اللعيبة اللي بتبقى جاية من بعيد. يعني كباتن ذكروا النهاردة مثلا وليد مصطفى لعيب صغير، لعيب صغير كابتن، يعني لسه أول ماتش ليه مع النادي الأهلي كودي. الأهلي بقاله سنتين ما لعبش ماتش ودي تقريبا، يعني تقريبا ما فيش ماتشات ودية. يعني زمان كنا بنلعب ماتش وتاني يوم اللعيبة اللي ما لعبتش والناشئين بينضموا يلعبوا ماتش ودي. النهاردة ده أول ماتش يلعب مثلا وليد متولي، راجع من اصابه بعيده جدا 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 النهارده برده. حمدي فتحي برده خلي بالك، وحمدي فتحي بس يعني حمدي رجليه كانت في الملعب، يعني راح ورجع وراح ورجع ودخل ال 18 الماتش اللي فات واللي قبليه. لكن بتكلم على متولي، لعيب كان في قمه عطاءه قبل ما يتصاب، وكان لعيب هايل جدا، وكان من اللعيبه رقم 6 اللي كان ليه مستقبل كبير جدا مع نادي الاهلي. النهارده بيرجع الان اكيد لعيب قلقان على نفسه، وضع طبيعي، اول مشاركه ليه حقيقيه، ما يعني او اول مباراه ياخدها مع النادي الاهلي بعد العوده من الاصابه. زي ما كباتن قالوا حمدي فتحي الى حد ما، لكن الاربعه اللي ورا بيلعبوا، كهربا برده موجود، مروان محسن بقاله فتره برده غايب ما بيلعبش، حتى كمان ما بيستبدلش. الفرصه بتحسب عليك مع انه ماتش يعني ملوش مفاهيم، تمام، او ماتش مثلا ممكن ما يبقاش فيه تقييم، بس انا كلعيب يعني بيبقى عليا تقييم. انا كلاعب يعني النهارده المباراه بتتذاع، كل فرصه بتجيلك انت، الناس برضو بتقيمك، يعني هي برضو ناس ما بتعذرش ان ممكن يكون مستوى التركيز قليل، ممكن يكون اللعيبه خايفه على نفسها، ممكن يكون يعني الماتش نفسه مش رايح لحته بعيده، ولكن بتتحسب عليك انت كلاعب. يعني النهارده اي لعيب ممكن يضيع فرصه قدام، يبتدي برضو خايف من رد فعل الجمهور، خايف من رد فعل السوشيال ميديا، يعني خايف من رد فعل الناس. مباراه مذاعه، مباراه مذاعه، انا بقول لك كابتن الماتش مذاعه. طب انا عايز اسالك على حاجه، في التشكيل دايما لما بنيجي نتكلم نقول لك إيه؟ ما تلعبش مجموعة كبيرة مرة واحدة بعاد عن الملعب. بس انت بتلعب الشلل التأمين برضه. ماشي معلش، ولكن يعني ولكن مثلا هل وجود مثلا حمدي فتحي جنب محمود متولي النهاردة، حضرتك عارف طبعا ان اي لعيب بقاله فترة كبيرة بيبقى غايب، لما بيرجع مرة تانية بيبقى عنده قلق وخوف شوية. طبيعي طبيعي، ده وضع طبيعي، وضع طبيعي، وضع طبيعي ان متولي
بقاله كتير جدا ما كلنا تعرضنا للمواقف دي، كلنا تعرضنا ان احنا كان عندنا اصابات ونازلين الملعب فقلقانين. بتبقى انت في اول 10 دقائق ربع ساعه بالظبط بتبقى كل الكرات المشتركه بالنسبه لك انت خايف وقلقان، ولسه عندك في دماغك ان انت راجع من الاصابه مش عايز تلتحم بشكل مزبوط. كويس. بس لما بيعدي موقف واتنين اعتقد بتخش بقى في الملعب يعني خلاص، يعني وانس ان انت مثلا عديت بموقفين فيهم التحامات فيهم مشتركات، شط شوطه قطعت انا قطعت كوره دخلت مع واحد في كوره مشتركه، يعني بقى فيه التحامات خلاص انت بتنسى بعديها على طول، لاننا كلنا جربنا الحته دي. فالنهارده ماشي حمدي فتحي لعب فتره طويله الفتره اللي فاتت اتصاب ورجع تاني جنب متولي، الامور هتبقى لطيفه شويه يعني هتبقى كويسه شويه. حمدي ممكن يبقى ركيزه جيده بالنسبه لمتولي يسيبه يشتغل براحته، يعني في اوقات كده ببقى انا موجه تشوف الملعب وجنب راس الحربه فايق فاقول له طب انزل انت خد دي انزل انت يعني دافع شويه انزل انت على يمين شويه انزل جنب شويه فاهم قصدي، يبقى في كلام يعني بالزبط. حمدي اجهز طبعا من متولي فهيساعده كتير في الملعب. متولي كمان عنده ميزه ان هو بيلعب لقدام كتير يعني من اللعيبه برده نفس ستايل كده يعني عمرو السوليه اللي هو بيلعب ستة بس بيقدر يكمل يوم بمهام لعيب رقم 8 بيقدر يكمل بيعرف يعمل ثرو باسز كتيره جدا، لعيب ايجابي على على الـ على الـ على المرمى بيشوط تلاقيه موجود في ال 18. عنده ميزه كمان كبيره انه بيلعب دماغه كويس ودي يعني افتقدها الاهلي في اوقات كتير. انت بتفتقد برضو اللعيب اللي بيلعب دماغه كويس في الكرات الثابته، احنا دايما كنا بنقول في ماتشات حلولها الكرات الثابته، هو ده من اللعيبه اللي بتعرف تعمل الحته دي كويس قوي. سبرنتر يعني لعيب بيقدر برضو ينقل الملعب مثلا زي ديانج كده، احنا بقى في النادي الاهلي مجموعه من اللعيبه في نص الملعب الجيدة جدا جدا جدا. لعيبة فعلا ممكن لو بتقيمها تديها 8 من 10 تديها يعني 8.5 من 10 9 من 10 تسمع على الفرق طبعا كتير. طبعا دايما الفرقة الكبيرة تيجي تتفرج عليها تلاقي نص ملعب هو ده المقياس اللي بتقيس عليه الفرق الكبيرة من وجهة نظر الشخصية. انا مش مدرب بس انا بقول اللي انا شايفه كل الفرق الكبيرة اللي بتاخد بطولات واللي بتوصل لمراحل يعني للنهائيات بتلاقي لعيبة نص ملعب بتاعهم بيقدم بشكل رائع جدا 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 على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. وكان سيتي وتشيلسي كان افضل مثال، كانتي من اللعيبه اللي عملت يعني مان اوف ذا ماتش ولعيب هايل جدا وكان دوره رائع جدا 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 في المباراه. فانا دايما بقول لعيبه نص ملعب مهمه جدا ومهم جدا دورهم في المباريات. الاهلي يمتلك من لعيبه نص ملعب عناصر مميزه جدا، عندك السوليه عندك اليوديانج محمد متولي حمدي فتحي اكرم توفيق كلها لعيبه بكواليتي عاليه، يعني لو مشي حد وقعد حد او جه حد تاني ممكن ما نلاحظش فروقات كتيره. ودايما الحمد لله ان دايما في لعيبه بتبقى يعني دايما في الفورمه كويس فورمتها كويس دايما فت، يعني احنا بنتكلم في اليونج دلوقتي من افضل اللعيبه الموجوده في مصر في الوقت الحالي في الحته دي بيقدم بشكل رائع جدا 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 ومستواه ثابت بقاله فتره طويله، بيجي بيساعد السوليه في حاجات كتيره جدا، النهارده داخل متولي راجع حمدي فتحي، فدي عناصر هتساعد الاهلي بشكل كبير جدا. فنرجع نقول ان بطبيعه الحال لو الماتش اجمد من كده شويه هتبقى محتاج الماتشنج اللي انت بتتكلم عليه ده يا كابتن عين، ان اللعيبه بتلعب جنب اللعيبه ما بتلعبش ده يسند ده يبقى الامور يعني فيها بالانس شويه فيها توازن شويه. انما برضو النهارده انت بتلعب مباراه مع الشرق للتامين فريق يعني متواضع امام النادي الاهلي، وان كانت كل الفرق متواضعه من وجهه نظر قدام النادي الاهلي فما فيش عندك ازمه فيش عندك مشكله. مصر للتامين مصر للتامين او انت زبال كله تامين بس هو مصر للتامين مبروك عليهم فانت النهارده ما عندكش ازمه في الحته دي، يعني النهارده كتمرين بالنسبه للعيبه اكيد مستر موسيماني كمان اكيد يعني كلامه للعيبه ان ده تمرين وتمرين جيد على ملعب كبير مع فرقه مع خصم مش لعيبه قصاد بعضها مش لعيبه النادي الاهلي قصاد بعضها، ففرصه جيده للعيبه اللي جايه من بعيد ان هي تاخد الثقه تكتسب الثقه، ودي الماتشات اللي بتدي اللعيبه الثقه ودي الماتشات اللي بتوقف اللعيبه على رجلها من وجهه نظري حتى وان كانت ملهاش اهميه وحتى وان كانت ضعيفه. انا النهارده في بعض الاوقات لو انا راس حربه ما بجيبش جوان ببقى محتاج تقسيمه مش حتى ماتش ودي ان انا العب فيه واسجل هدف واثنين وثلاثه بستعيد ثقتي في نفسي. لعيب راجع من اصابه بيشوط بيلتحم بيمرر بيعمل سبرنت عايز يخش جوه السور بترجع له ثقته في نفسه، فالماتشات دي بتبقى مهمه في عوده اللعيبه مره ثانيه. صحيح كابتن عادل، احنا شايفين تشكيل النادي الاهلي ويمكن حضرتك كان ليك تعقيب على رامي ربيعه في الحته ديت، المعنى من وجود رامي ربيعه كظهير ايمن النهارده هل ممكن يكون مستر موسيماني بيفكر يشوفه في المكان ده عشان مثلا لو محمد هاني ما لحقش ماتش الترجي ده 100% 100%؟ امال ايه، لان هو الحته دي ما اعتقدش انه يعني اتمنى ان هاني يرجع
لكن اعتقد انه لن يجازف انه يلعب ماتش الترجي وهو طالع من اصابه كبيره. ايوه. فالبديل احنا قلنا ان رامي، والدليل ان هو الراجل ده بيفكر كويس ومعاه جهاز بيشتغل معاه كويس، انه عارف ان امكانيات رامي في الحاله الطرف ممكن يؤديها بشكل رائع، ودي فرصه ان هو بياخد نفسه علشان يعرف امكانيات اللعيبه اللي عنده، يعرف يوظفها ازاي كويس. احنا شفنا في سان داونز فوجئنا كلنا ان بيلعب رامي ربيعه في قدام السرد باكين علشان ياخد سيرينو في معاه. لو بيكهام عندك يا كابتن تفضل. انا كنت لسه هقول لك انت السؤال ده. لا انا كنت هقول لك انا قريب ما عندناش وقت بعد الكابتن. انت تفضل ربيعه ولا بيكهام؟ ربيعه. كابتن مين مفضل؟ ربيعه. لا ربيعه خبرات افريقيه، خبرات بيجيد الكرات العاليه، واعتقد انه في الكرات الثابته في ماتش الترجي هتبقى محتاج واحد زي ده. في سان داونز كان الراجل بيلعب على الكرات الثابته وكان برضه منزله علشان الكرات الثابته عندهم الاطوال. هيكمل معاك على الاطراف ويعمل عرضيات. لا ربيعه هيبقى رامي ربيعه هاف ديفندر، هاف ديفندر لغايه نص ملعب بالظبط، ومحمود متولي هيلعب مساك وهاف ديفندر. فانت عندك ايوه عشان نوضع بس التيم النادي الاهلي عنده مش اقل من 6-7 جوكر في الملعب عشان نوضع بس. هو في حاجه كمان يا كابتن بعد اذن حضرتك، هو ممكن حضرتك ممكن كلام حضرتك يكون في جزء من الصحه بالنسبه للمباراه الاولى اللي هناك، لان المباراه الاولى هتكون في تونس، فاعتقد حته الانطلاقات الهجوميه هتبقى قليله قوي من الطرفين. انا بقول على الماتش اللي جاي. ايوه انا بتكلم على الماتش اللي جاي. انا بتكلم على الماتش الجاي رامي ربيع في بيوظفه في الحته دي، خاصه انه تيم الترجي بيلعب على الكرات الطويله الكرات العاليه، وعنده الناحيه الشمال كويسه قوي، وعنده الناحيه الشمال كويسه مميزه. فطبعا افضل واحد في الماتش اللي جاي هيبقى رامي ربيع. الحاجه الثانيه تكمل الكلام الكابتن احمد بلال، ماتش زي ده في غايه الاهميه لكل لاعب. صحيح. اولا عندهم الحافز الكبير قوي الكبير قوي ان كل واحد فيهم عايز يلعب ماتش الترجي. فالنهارده اللي هو 60% خايف هيبقى 120% مش خايف. أي. لانه عايز يلعب ماتش الترجي. واحد زي متولي عايز يخش كهربا. واحد زي كهربا، ده كهربا نزل 5 دقايق الماتش اللي فات. الماتش اللي فات شفت عمل ايه في الخمس دقايق؟ ايوه موت نفسه الراجل ده كان بيزحلق. ده انا اول مره اشوف بيزحلق. في بروميسنج بقى، في وعود. وبعدين في وعود وفي فلوس بخطوره. لا وعايز يرجع وعامل تمريرات خطر. فكل لعيب من دول عايز يثبت وجوده علشان في ماتش الترجي. الحاجه الثانيه في جهاز بره قاعد بيقيس انت بتجري قد ايه. النهارده كهربا لما يبدا الماتش 90 دقيقه هيشوف كهربا جري قد ايه، بيحلله التمريرات ايه، التسديد ايه، كل الحاجات ديت اعتقد انه هتبقى في غايه الاهميه. بالنسبه لحمدي فتحي ومحمود متولي برضه نفس القصه. حمدي بعد ما داق السوبر وشاف طعمه جميل وحلو كده، فعايز داخل على بطوله افريقيا، فعايز برضه ينال الحلاوه دي من اول مباراه. بس اعتقد يا كابتن ان بعض اللعيبه اللي هي راجعه من اصابه طويله زي محمود متولي اعتقد ممكن تلعب شوط مثلا، ما يلعبش الماتش كامل، هيبقى حمل عالي عليه مش كده؟ شوف هيتوقف على الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت الراجل بيأدي بقاله قد ايه تدريبات قويه. تدريب النادي الاهلي زي الماتش بالظبط، الماتش الودي زي الماتش الرسمي. وده اللي بيميزنا عن كل فرق الدوري الممتاز. ولادنا يعني بتبقى اصاباتهم احيانا بتبقى في التمرين. كل فرقه مش عايزه تتغلب وهم بيلعبوا بعض. فما بالك لما يكون بيلعب ماتش ودي او ماتش رسمي. فالماتش التدريب بيبقى صوره من الماتش الرسمي. وبالتالي انت بالنسبه للمتولي على الاقل عايز يتواجد في الماتش اللي جاي او الماتش اللي بعديه. انما عايز يقول ان انا جاهز. صحيح. فدي طبعا كلها حاجات. سعد سمير برضو من العناصر المهمه انها تدخل. صحيح. وهكذا. صحيح. كابتن شريف زي ما بتكلم على رامي ربيعه، وجود وليد سليمان النهارده مكان قفشه، هل ممكن برضو يكون مستر موسيماني حاطط في دماغه ان ممكن قفش لا قدر الله يلحق الماتش اللي جاي، فهو بيبص على بدايل في المكان دوت وحاطط البديل الاول في اعتباره وليد سليمان؟ بسرعه كده عشان يمكن الماتش هيبتدي. وليد وكل اللعيبه دي محطوطه في الوضع ان هم تحت الطلب يعني. خاصه ان النهارده انت عندك كنا بنتكلم عن نص الملعب. كلنا لعيبتك من نوع الاسترتشات ستريتش. لعيب بيقدر يهاجم ولعيب بيقدر يدافع. كلهم فيهم نفس المواصفات، حتى ديانج، حمدي فتحي كذلك، عمرو سوليه. حته تانية عايز اكلمك عنها، رجوع علي معلول ودخول ايمن اشرف
كديفندر برضو دي بيدي ثقل في الصوره للجهاز الفني في الشكل اللي جاي مع اللعيبه الجايه اللي هي هترجع من المنتخبات بتاعت شوقي غريب والشكل الثاني بتاع افريقيا اللي راجعين كلهم. فانا عايز اقول لك ان وليد وكهربا وحمدي فتحي ومروان وخاصه محمود وتولي ما عليه انه يجرب حته يا كابتن عادل السبرنتات الصغيره. هي دي اللي بتقيس اللاعب بقى سليم ولا لا. صح. ان انا يا اسامه خدت بالك اما بنضرب سبرنتين شمال وسبرنتين يمين وبنكمل وبنباص صح وكمان بياخد الثقه اللي اتكلم عليها بلال ان هي دي اساس اللعب النهارده. صح. ان احنا لازم كلنا نبقى بنجرب نفسنا. سيبك من الماتش هتلاقي نفسك بتروح هتلاقي نفسك بتشوط هتلاقي انت اللي رجليك بتسمح لك بجميع الامكانيات اللي انت تقدر تديها. صحيح. والفنيات والفرديات دي بتاعت كل لعيب فيهم يعني. سريعا يا كابتن اسامه بروفا جيده لماتش الترجي. طبعا لا مش بروفا جيده لماتش الترجي. هو بروفا جيده لتفكير موسيماني لبعض اللعيبه. يعني في لعيبه الجهاز الفني بيقيمها في الناحيه الفنيه والبدنيه وفي لعيبه بيقيمها فنيا وفي لعيبه بيقيمها بدنيا. يعني واحد زي حمدي فتحي هو موسيماني ما بيقيموش فنيا النهارده، بيقيمه انه يكون جاهز بدنيا. لكن مثلا ممكن يكون بيشوف رامي ربيعه زي ما كابتن عادل انه لو هاني مش جاهز ممكن رامي يلعب باك يمين. فانا اقصد التقييم مختلف لمستر موسيماني والجهاز الفني في كل لعيب النهارده من الناحيه الفنيه والبدنيه. التفكير مختلف من واحد لواحد، فهو تجهيز لبعض الناس. بلال النادي الاهلي كان محتاج تجربه زي تجربه النهارده. محتاج عشان اللعيبه اللي انت بتتكلم عليهم يا كابتن ايمن دلوقتي، اللعيبه اللي عايزه تدخل، اللي عايز يشوفها الراجل، اللي عايز يطمن عليها. خد بالك زي ما قال كابتن اسامه، يطمن عليها بس بدنيا انه لعيب جاهز، ممكن يكون له تواجد في مباراه الترجي اللي جايه، لان انت من هنا للترجي لسه كابتن قدامنا تقريبا اسبوعين تقريبا يعني. فانت عايز تطمن بس على يعني جاهزيه اللعيبه، مش طيب. مش على ادائهم الفني. ادائهم الفني خلال الاسبوعين هيبان. في ناس مش تقيمهم فنيا بالظبط خالص يعني، لكن زي كابتن بالظبط زي مروان محسن دول مش هتقيمهم ما اعتقدش، لكن انت عايز تطمن عليهم. صحيح. هل ده ممكن يبقى بديل؟ لان خاصه ان انت يا محمد هاني مش موجود، قفشه مش موجود الماتش اللي جاي، في لعيبه كتير جدا مش موجوده، فانت عايز تطمن. صحيح. على اللعيبه. صحيح. طيب هنروح لزميلنا المتالق دائما ملعب المباراه دكتور طارق الادور، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.